بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير. جمهور النادي الأهلي العظيم وأعضاء النادي الأهلي وكل الأهلوية في كل مكان، وحشتونا جدا. رجعنا لكم من تاني في برنامج الترند اللي هنتقابل معاكم فيه كل أسبوع من الأحد للخميس. وزي ما انتوا عارفين برنامج الترند دايما الأخبار والكواليس والتفاصيل والمستندات والملفات الحصرية دايما وأبدا هتشوفوها هنا من خلال شاشة قناة الأهلي وعبر برنامج الترند. لكن النهاردة احنا معاكم في حلقة استثنائية خاصة للحديث عن النادي الأهلي في الإمارات قبل 24 ساعة من ضربة البداية وأولى اللقاءات في كأس السوبر للأندية الأبطال، وهذا اللقاء المرتقب أمام فريق سيراميكا كليوباترا. في البداية وقبل أي تفاصيل وقبل أي شيء، خلونا نهني فريق كرة اليد في النادي الأهلي بعد وصوله للمباراة النهائية من بطولة إفريقيا لكرة اليد، بعد مباراة كانت قمة في نصف نهائي البطولة قدام نادي الزمالك. قدر رجال النادي الأهلي يحسموها بفارق هدف واحد وبعد أداء بطولي، والأهلي كان ناقص لاعب في الثواني الأخيرة من المباراة. على فكرة كوماندز اليد امبارح قدر يسجل قضية جديدة عشان يبقى عندنا اتنين قضية، قضية القدم في البطولة الإفريقية وقضية اليد. كوماندس اليد فرحونا في المباراة النهائية أو فرحونا في لقاء نصف النهائي، لكن النهاردة بإذن الله إن شاء الله هيكون الفرحة التانية وتكون الفرحة التاريخية في المباراة النهائية اللي هتتلعب الساعة 9 مساء، وبإذن الله إن شاء الله يقدروا يكسبوا فريق فلاورز بطل بنين عشان يحصدوا لقب قاري جديد لقطاع كرة اليد ولأسرة النشاط الرياضي وللنادي الأهلي، لعل وعسى يكون فعل خير بإذن الله قبل ضربة البداية غدا في بطولة السوبر المصري للأندية الأبطال اللي هتستضيفها الإمارات العربية المتحدة بدءا من يوم الأحد حتى نهاية الأسبوع يوم الخميس. طيب كل يوم في الترند بالتأكيد هنعدي معاكم قبل أي حد على أخبار النادي الأهلي وكواليس القلعة الحمراء وإيه اللي بيتقال في السوشيال ميديا ومدى صحة الخبر ده، وهنرد على الأكاذيب اللي بتتقال هنا، خاصة إن وسائل التواصل الاجتماعي بقى فيها كلام كتير جدا. زي ما بنقول في لغة السوشيال ميديا الهري بقى كتير، ولكن لو في حاجة حقيقية أكيد هنتوقف عندها وهنفحصها ونحللها ونجيب لكم الموضوع من ساسه لراسه زي ما بيقولوا. وإيه اللي بيحصل بالظبط؟ أنتوا عارفين ومتعودين إن برنامج الترند دايما كان بيتميز في الملفات الخارجية، بس هنشتغل على الخارجي وعلى الداخلي، وهنفتح خط ساخن مع الاتحاد الدولي ومع الاتحاد الإفريقي. كمان في الترند هيكون معانا كل يوم قضية، قضية مهمة وعاملة ترند على الساحة الرياضية، وهنتكلم عليها ونفصصها وهنجيب أطرافها، وفي كل اللي هنقوله هيكون النادي الأهلي قدامنا بتاريخه ومبادئه اللي هنحافظ عليها، وهنلتزم دايما بتقديم إعلام محترم يحترم المشاهد ويحقق رغبات جماهير الأهلي في المقام الأول دون أي تجاوز أو خروج عن النص. بالمناسبة رغم أن النهاردة حلقة تاريخية وخاصة عن بطولة السوبر المصري والمواجهة المرتقبة مع سيراميكا كليوباترا، بس خلونا كده نبدأ إيه؟ مش هقول نبدأ سخنين، ولكن في توبيك كان في السوشيال ميديا عامل بلبلة كبيرة جدا في الفترة الأخيرة، والسوشيال ميديا بالبلدي كانت مقلوبة. ليه؟ في تصريحات خرجت من الأستاذ هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، وهو بالمناسبة لفترات طويلة جدا كان رئيس منطقة الجيزة. التصريحات رغم أنها قلبت السوشيال ميديا، ولكن ما شفت لهاش صدى إيجابي جدا في الإعلام الرياضي، رغم أن التصريحات دي لو في أوروبا تتسحب بطولات، تتلغي نتائج، إيقاف مسؤولين، الدنيا تتقلب بالمعنى الحرفي زي ما بقول. ليه؟ لما تتفرج على البودكاست اللي اتكلم فيه المهندس هاني زاده بصفته رئيس منطقه الجيزه او عضو مجلس اداره في نادي الزمالك، هتلاقي التصريحات فيها كلام كبير جدا. النهارده السوشيال ميديا خدت كل التصريحات وكتبتها. تعالوا نشوف النهارده لما الناس خدت التصريحات دي كتبت وقالت ايه. البدايه مثلا، انتوا عندكم النهارده مثلا المهندس هاني زاده في تصريحات نقلها مثلا موقع يلا كوره، قال انا كنت اقدم على نادي الزمالك كثيرا، وشلت بلاوي سودا وتقرير حكام عن مسؤولين كبار ولاعبين، كنت أطلب من الحكم عدم شطب بأي مسؤول أقول له عشان خاطري، أنا عملت اللي محدش عمله. ده بص التصريحات بقى إيه، المواقع كلها بتتناقلها. جملت الزمالك في كثير من الموضوعات باستثناء انتقال اللاعب محمد ناجي جده من الاتحاد السكندري للأهلي.
جده كان ليه الحق انه يلعب في الاهلي والملف وصل النيابه، وبالتالي ما كانش اقدر اتدخل في هذا التوقيت. قال على مستوى اللاعبين في الدرجه الاولى كنت لا استطيع ان افعل الكثير لان عليهم مراقبه كبيره. خش بقى كمان على مستوى بطولات الاشبال والناشئين ومن سن 7 سنين لسن 20 سنه، بقول لكم ايه، ده انتوا لو رجعتوا بالزمن ورا شويه كانت في مباراه ما بين الزمالك والترسانه بتتلعب في ملعب نادي الترسانه، ملعب الشواكيش. المباراه دي حكم المباراه حسب ضرب الجزاء لفريق الترسانه، حصل اعتداء على حكم المباراه. المباراه بدل ما تتلغي وتتحسب نتيجتها لصالح الترسانه، المباراه اتعادت من تاني. ارجعوا للتاريخ وشوفوا المباراه دي كان مين اللي بيحكمها وكان مين رئيس منطقه الجيزه، واربطوا الاحداث دي بالمباريات دي. المفروض لو اتحاد الكوره ايا كان، حتى لو تسيير اعمال، عندك لجان مختصه، التصريحات دي مش محتاجه حد يقدم شكوى، يتفتح تحقيق مباشره، يتشاف القرارات اللي اتخذت وقتها كان مدى تاثيرها على المسابقات، مين اللي كان يتشطب والحكام ما كتبوش ارضاء لرئيس منطقه الجيزه. هل ده كلامي؟ ده مش كلامي، ده كلام مقال يعني اتقال صوت وصوره من المهندس هاني زاده. على فكره الناس ممكن تعتقد ان الكلام ده في حقبه زمنيه معينه، لا، ده الكلام ده مستمر معانا لغايه المرحله اللي احنا فيها. مش هنروح بعيد، نقرب من بعض شويه ونسهلها على بعض. هي قصه كهربا اللي اتفتحت من تاني واللي اتقال فيها كلام مهم في الفتره الاخيره، وانا عارف ان كانت في ردود افعال كبيره جدا على الكلام المهم اللي قاله الكابتن احمد شوبير، واللي في البدايه بالتاكيد وفي الفرصه دي لازم ابارك له ونبارك لنفسنا على وجوده في بيته، في البيت الكبير هنا في قناه النادي الاهلي من خلال دوره كحارس مهم جدا للنادي الاهلي. لكن الكابتن شوبير لما اتكلم في الملف ده قال كلام مهم جدا، احنا النهارده كمان هنكمل عليه، بس هنكمل عليه بقى زي ما انتم عارفين في الترند ما بنتكلمش الا بالوثائق. ولاول مره، بصوا، لاول مره ملف قرارات المحكمه الرياضيه الدوليه كاس هيتعرض معانا على شاشه قناه الاهلي عشان نعرف هو الكلام اللي اتقال هنا عبر شاشه قناه الاهلي كان بيتكلم بناء على مستند ولا لا، لان الرد كان رد ايه في اطار الهري. ما احنا النهارده لغتنا في السوشيال ميديا اكيد هيكون جزء مننا النهارده في برنامج الترند. هنستعرض ثلاث مستندات في ملف من 85 ورقه في ما يقرب من 270 بند مليان تفاصيل توري لك ان المحكمه الرياضيه لما قررت بتغريم كهربا دون ايقافه قررت ده بناء على ايه. تعالوا نستعرض او نستعرض ايه، اطلع بالمستند الاول. اول حاجه معانا النهارده، ها قدامنا اول حاجه اهي. طيب بص كده على البند رقم 134، خدوا بالكم الورق ده اول مره يطلع على شاشه قناه رياضيه في مصر. قدم الزمالك خطاب صادر عن وليد العطار نائب المدير التنفيذي لاتحاد الكوره، يؤكد ان العقد تم تسجيله في 7/9/2017. كام؟ 7/9/2017. طب هو العقد كان توقيعه امتى؟ في 14 يوليو 2016. انزل اهو قدامكم اهو الكلام مترجم بالظبط طبقا للبنود اللي موجوده في حيثيات المحكمه الرياضيه الدوليه. طب انزل كده للماده 135. ماده 135 ده بقى دي قناعه المحكمه الرياضيه الدوليه. قالت لك ايه؟ ترى اللجنه ان هناك حاله من عدم اليقين فيما يتعلق بالتاريخ الفعلي لتسجيل العقد. يعني المحكمه عندها قناعه كامله وتامه ان التاريخ الفعلي لتسجيل العقد مش مظبوط، ولكن الخطاب اللي تم ارساله في عهد اللجنه الثلاثيه اللي كان وقتها رئيس اللجنه الثلاثيه المهندس احمد مجاهد خلى نائب المدير التنفيذي دكتور وليد العطار يرسل خطاب للمحكمه الرياضيه بيقول فيه ان العقد تم تسجيله في 7/9. طيب عايز اروح لكم كمان لماده جديده وبند جديد. النهارده البنود معانا كتيره والكلام كتير وفي تفاصيل بقول لكم هتسمعوها لاول مره. طيب مادة 134 اوكي، المادة 135 اوكي. تعالى بقى كمان للمادة 222. المادة 222 بتقول لك بقى ايه؟ اللجنة مقتنعة بالفعل، ركزوا في المادة اللي جاية معايا دي بقى والصورة قدامكم على الشاشة وتقدر السوشيال ميديا تاخد سكرين شوت لكل البيانات اللي بتطلعها. المادة 222 بتقول ايه؟ اللجنة مقتنعة بالفعل بأن الزمالك ساهم من خلال سلوكه في الوضع الذي ادى الى الاخلال التعاقدي من جانب اللاعب، ان الزمالك هو اللي ساهم في الاخلال بده، وسوف تنظر اللجنه في هذا الامر على النحو الواجب عند تقييم العواقب الماليه
للإخلال ومقدار التعويض المستحق. واخدين بالكم من الكلام؟ مين اللي ساهم ومين اللي وصل لمرحلة التعاقد بالشكل ده؟ اللجنة مقتنعة ان الزمالك السبب. الزمالك السبب، لأن هم راحوا لفكرة خطاب اتحاد الكورة، راحوا لفكرة العقد وتاريخ التوقيع، راحوا لفكرة خطاب التوثيق وتسجيل العقد، راحوا لفكرة الزمالك لما أعلن على الموقع الرسمي من خلال حساباته على السوشيال ميديا بيعلن في 2018. طب لما كهربا بعت للزمالك وعايز ينتظم في التدريبات ما كانش الزمالك بيرد عليه، تخيلوا. طب لما كان كهربا عايز يبعت ايميلات للزمالك من خلال الايميل الرسمي المعتمد من الزمالك للفيفا ما كانش الزمالك بعت الايميل السليم، ده كلام مكتوب في حيثيات المحكمة الرياضية الدولية. طب تعالوا بقى للجزء اللي جاي ده. مادة 223 درست اللجنة بعناية كل الظروف المتاحة في هذا الموضوع ليتم تحديد التعويض بمبلغ 2 مليون دولار، بينما طالب الزمالك في الأصل بكام بقى؟ 9 مليون دولار للتعويض أمام لجنة التحكيم. وبعد تحديد أضرار الزمالك ومقدار التعويض عن خرق التعاقد من حيث المبدأ، تم التوصل أن يكون التعاقد أو التعويض المالي يكون في الرقم ده نتيجة الخطاب اللي اتبعت من اتحاد الكورة. على فكرة كهربا كان أخطر الزمالك في 9 يناير وفي 20 يونيو 2019 بشأن أزمة العقد التاني، لكن الزمالك ما ردش. كهربا اللي أخطر بس الزمالك ما ردش. وبرر الزمالك عدم الرد بحجة أنه تم الإرسال على عنوان بريد إلكتروني ليس هو العنوان الرسمي، ولكن الهيئة في الكاس في المحكمة الرياضية لما بحثت في الأمر اكتشفت، ده المحكمة الرياضية اللي اكتشفت إيه بقى؟ أنه تم إرسال قرار الاستئناف للزمالك على نفس عنوان البريد الإلكتروني اللي الزمالك بيقول لك مش بتاعي. وده كان في إمتى؟ في 28/9/2020. وكان دايماً نفس البريد الإلكتروني ده اللي هو الإيميل كان الزمالك بيستخدمه مع الفيفا. عشان تعرف إن كهربا لما كان بيخاطب الزمالك طبقاً للإيميلات دي كان دايماً ما بتردش عليه ويتقال لك أصل الإيميل ده مش بتاعنا. لكن للأسف جه خطاب اتحاد الكورة فصل القضية بالشكل اللي أنتوا شايفينه. عموماً ده بشكل عام ملف القضية اللي فيه تفاصيل كتيرة. قبل ما اختم في الجزئية دي عايز برضه اروح لكم في جزئية جميلة جدا واحنا بنتكلم في بند المادة 210. اتقال لك ايه؟ الزمالك وبخ او بعت خطاب انذار لمحمود كهربا، والخطاب ده كان غير مؤرخ، لعدم حضوره للتدريبات. وخلاص بقى احنا دخلنا في مرحلة خلاف تعاقدي وكده اعتبارا من 17/6/2019، وامر بالحضور لمعسكر تدريبي اعتبارا من 25/6/2019. الزمالك بعت ده للمحكمة الرياضية، فالمحكمة طلبت من الزمالك ما يفيد اللي انت بعت للاعب بتلزمه ان يلتزم بالاتفاقات او بالامور التعاقدية عشان يلتزم بالتدريبات ويكون موجود معاك في التدريبات طبقا للتعاقد اللي انت سجلته بعد كده. لكن تخيلوا ان الزمالك ما قدرش يقدم اي دليل على ان اللاعب تم توجيهه لحضور الدورات التدريبية او التدريبات من 17/6/2019. تخيلوا، يعني انت عندك عقد وموثق عقد في توقيت قانوني وبعت للمحكمة الرياضية وبتشتكي للفيفا، اثبت بقى اللي انت بعت للاعب وبتطلب منه انه يلتزم في التدريبات. ما قدرتش تطلب منه، بل بالعكس كهربا قدر يثبت انه بعت للزمالك كذا مرة عن طريق الايميلات، والزمالك قال لك اصل الايميلات دي مش بتاعتي، ماليش علاقة بيها. الكاس لما بحثت وحققت في القضية لقيت ان دي ايميلات نادي الزمالك. يبقى بالتالي القضية كلها على بعضها، وشغل المحامي التونسي الاستاذ علي العباسي كان شغل بروفيشنال بنسبة 100%، ولكن للأسف في عهد اللجنة الثلاثية وفي عهد اتحاد الكرة في 2017 تم تسجيل تعاقد وتوثيقه وإرسال مستند رسمي. المحكمة الرياضية أكيد بتتعامل مع الاتحادات الوطنية على أنها اتحادات محايدة، ليست أو لا تعمل لطرف على حساب طرف آخر. عشان كده في النهاية القضية طلعت بالشكل اللي انتوا شايفين. إذن الكلام اللي اتقال في قناة الأهلي والكلام دايما اللي احنا بنقوله ما بنقولش كلام في الهوى، ده بيبقى مستندات. اللي عنده أي حاجة عكس اللي احنا قلناها من واقع مستندات المحكمة الرياضية أهلا وسهلا بيه، بس الملف ده من 85 ورقة مليان تفاصيل أنا ما قلتش منه بس دلوقتي غير 10%. ليه؟ عشان عندنا بطولة مهمة والملف للأسف خلاص اتقفل، لكن التاريخ عمره ما هينسى اللي حصل ده، لأن التاريخ دايما بيفضل محافظ على الحقيقة. أي حاجة تانية بتبقى للأسف في إطار الفرقعة الإعلامية والموائمات والحسابات والمصالح الشخصية. فاصل ثم نواصل.
ورجعنا لكم تاني ونروح بقى الاجواء السوبر وبطوله السوبر المصري للانديه الابطال، والنادي الاهلي هو البطل التاريخي للمسابقه اللي بالتاكيد قدر يعني يحصد العديد من الالقاب في هذه البطوله، 15 لقب سوبر محلي. اللهم بارك بفارق كبير يعني ان شاء الله عن اقوى المنافسين، الحقيقه فرق شاسع يعني في حاله من المعنويات المرتفعه، رقم كبير جدا قدر النادي الاهلي يحققه في بطولة السوبر المحلي. أكيد النادي الأهلي عنده رغبة كبيرة جدا في مصالحة جماهيره وكتابة فصل جديد من سلسلة إنجازاته التي لا تتوقف خلال بطولة كأس السوبر المصري في الإمارات. البطولة في ثوبها الجديد بتقام بمشاركة أربع أندية للمرة الثانية على التوالي، حيث يشارك بها فضلا عن بطل الدوري اللي هو المارد الأحمر، بيراميدز بطل الكأس، وسيراميكا بطل كأس الرابطة. الزمالك بيشارك بدعوة خاصة عبر الكارت الذهبي لاستكمال أضلاع السوبر. أكيد الأهلي عايز يقول لكم عن قصة حب طويلة، أو الأهلي مع السوبر قصة حب طويلة جدا وعلاقة أبدية من الإنجازات الخالدة من بطولة عريقة فارسها الأول هو الأهلي ما بين الأندية المصرية. ليه بقى؟ البطولة أقيمت 21 مرة، شارك الأهلي بس لوحده في 18 منها، يعني البطولة تاريخها كله 21 مباريات سوبر او بطوله سوبر. الاهلي لوحده شارك في 18. وخدوا بالكم في بدايه البطوله كان في مشاكل تنظيميه، فالاهلي اعتذر رغم ان الاهلي كان هو الاحق مثلا بالمشاركه. عموما حصد اللقب في 14 نسخه. 14 من 18. شايفين الفرق الكبير؟ القلاع الرياضيه الكبيره اللي بتحقق انجازات وبطولات بتبقى بناء على ايه؟ بناء على التاريخ، الارقام، الانجازات، المنشآت، حاجات كتيره جدا. 14 نسخة متفوق فيها الأهلي بفارق 10 ألقاب عن صاحب المركز الثاني فريق نادي الزمالك. يعتبر الأهلي يا جماعة هو ملك الأرقام القياسية بلا منازع في بطولة السوبر المصري. فبعيداً عن كونه مثلاً الأكثر فوزاً باللقب، هو الفريق الأكثر تسجيلاً للأهداف في البطولة برصيد 23 هدف. مدربه السابق مانويل جوزيه هو أكثر مدرب حصداً للقب برصيد 4 بطولات، يليه كابتن حسام البدري بثلاث ألقاب بالتساوي مع المدرب الحالي السويسري مارسيل كولر، اللي أمامه فرصة سانحة لمعادلة الرقم التاريخي للثعلب البرتغالي مانويل جوزيه. كمان لاعبو الأهلي هم الأكثر تتويجا باللقب، أكثر تتويجا باللقب أيضا بعدما يعني رفع حسام عاشور البطولة دي 8 مرات، يليه الصخرة وائل جمعة 6 مرات. واللي أنا عرفته والأخبار جاية إننا من أبو ظبي إن شاء الله إن الأهلي إن شاء الله بإذن الله اللعبة كلها بتتعهد إن هي تحصد لقب السوبر من أجل إسعاد جماهيرهم الوفية وتوجيه إنذار شديد اللهجة إلى جميع المنافسين قبل انطلاق الموسم الجديد. فبنتكلم على ألقاب تاريخية، حسام عاشور رفع اللقب ده 8 مرات، وائل جمعة 6 مرات. اللعيبة اللي موجودين حاليا في إمارة أبو ظبي عندهم تعهد كبير جدا أو في تكاتف إن بإذن الله تكون البطولة من نصيبهم، وأكيد ينسوا كل الأحداث والبطولة الأخيرة بطولة السوبر الافريقي. زي ما انتم شايفين يمكن دي كواليس خاصه لقناه الاهلي من وقت تحرك البعثه من مطار القاهره حتى الوصول الى ابو ظبي. طبعا كواليس شامله على مدار 48 ساعه، شايفين طبعا ابرز النجوم الجدد يحيى عطيه الله، اشرف داري، رضا سليم، طبعا بقى الثلاثي المغربي، اكيد متابعه كبيره جدا من المغرب، الاستاذ محمد الضماطي رئيس البعثه، المهندس خالد مرتجي عضو او امين صندوق مجلس اداره النادي الاهلي، الكابتن سامي قمصان يعني خلية نحل، كابتن محمود الخطيب بالتأكيد وجوده مع البعثة مهم جدا، ومع الأستاذ محمد الضماطي رئيس البعثة، الدكتور محمد شوقي. وجود الكابتن محمود الخطيب في الرحلات الخارجية بيبقى ليه تأثير إيجابي جدا على كل أفراد البعثة، سواء جهاز فني، لاعبين، جهاز إداري، جهاز طبي. نتمنى يا رب بإذن الله تكون رحلة موفقة للنادي الأهلي. والكابتن محمود الخطيب في رحلته مع البعثة من مطار القاهرة كان عايز يوصل رسالة، والرسالة وصلت واللعيبة سمعتها وشافتها واتكلموا فيها، إن على رأس المنظومة الكابتن محمود الخطيب ما بيكونش موجود مع البعثة إلا لما بيكون الظرف بيحتاج فعلا وجود رئيس النادي الأهلي. حصلت في مباريات إفريقية عديدة، حصلت في مشاركات حتى خارجية على مستوى كأس العالم للأندية، لكن لما تيجي بعد السوبر الإفريقي أمام الزمالك وتكون موجود مع البعثة رغم إن في وجود حتى كمان الأستاذ محمد الضماطي رئيس البعثة، بتبقى فيها رسالة مهمة جدا مع اللعيبه، مع كهربا، مع رضا سليم، مع محمد الشناوي اللي بنتمنى له السلامه يعني بعد الخبطه القويه اللي خدها في مباراه منتخبنا امام موريتانيا.
وشايفين في حاله تفاؤل. اللعيبه كلها بتتكلم مع بعض، أفشة، حسين الشحات، احمد نبيل كوكا، كهربا، وجود مصطفى شوبير مع الشناوي، مع حمزه علاء، اكرم توفيق، اللي ان شاء الله باذن الله يكون ليه دور كبير جدا في مباراه بكره. مش عايز اتكلم على التشكيل، مش عايز اتكلم على التفاصيل، في تفاصيل كتيره هنتكلم في المتاح، واللي مش متاح هنسيبه للجهاز الفني يقدر يشتغل عليه عشان يقدر يحضر بشكل كويس. امام عاشور بنيولوك جديد ان شاء الله باذن الله يكون نيولوك خارج الملعب وداخل الملعب مع الفريق في الفتره اللي جايه، لان الفتره اللي جايه محتاجه تركيز شديد جدا. ليه؟ هتطلع من السوبر على عين الاماراتي، مفيش وقت. طيب هنا الفريق اول ما وصل الى مطار ابو ظبي، كواليس لحظه بلحظه كل التفاصيل وكل الاخبار وكل الحاجات الحصريه اللي مش هتشوفوها في اي مكان هتلاقوها من خلال شاشه قناه الاهلي. تحرك اللاعبين في المطار، في التدريب، في فندق الاقامه، في التحرك من الفندق الى ملاعب التدريب، المؤتمرات الصحفيه، كل التفاصيل المتعلقه باستعدادات الاهلي لبطوله السوبر المصري، وهي بطوله مهمه جدا. النادي الاهلي هو حامل اللقب، بيستعد للنسخه الثانيه على التوالي في اماره ابو ظبي بالشكل الجديد للبطوله بمشاركه اربع فرق. شايفين كمان بيرسي تاو اللاعب الجنوب افريقي، شايفين كمان كريم نيدفيد، افراد الجهاز الفني، خالد عبد الفتاح، عمر كمال عبد الواحد. اكيد بنفتقد وجود طبعا محمد هاني، كريم فؤاد، الف مليون سلام عليهم. ناس تقعد تسالني هو عمرو السليه هو كمان ان شاء الله يكون جاهز، هو ووفا كمان في المباريات اللي جايه مع الحراس اللي موجودين سواء الشناوي او حتى حمزه علاء. كابتن محمود الخطيب من اول ما وصل اماره ابو ظبي، مش عايز اقول لكم على طول الصور الفوتوغرافيه مع الجماهير سواء في الاوتيل او حتى خارج الاوتيل. كابتن محمد رمضان بينولك جديد مع اداره النادي الاهلي بتفاصيل جديده كمنصب للمدير الرياضي في النادي الاهلي، هتشوفوا ان شاء الله باذن الله شكل مختلف في العمليه التنظيميه خلال الفتره اللي جايه. اكيد الاهلي بيبدا موسم في تفاصيل كتيره، في تحضيرات كتيره، فحريص جدا الجهاز الفني والاداره واللاعبين ان هم يبذلوا كل مجهودهم في مباراه السوبر والانطلاقه الاولى امام سيراميكا كليوباترا. على طول الفريق لما وصل كان تاني يوم على طول في تدريب، فريق اتحرك من فندق الاقامه راح على التدريب. وخدوا بالكم من حاجه مهمه قوي، لما الفريق يكون في المطار بيبقى فيه زي موحد، يوصلوا فندق الاقامه وهيتحركوا في زي تاني، هيتحركوا الملعب التدريب في زي تاني، في نظام، في كتالوج كده داخل النادي الاهلي، مدرسه اهو. الجهاز الفني نازل، اللعيبه داخله الملعب التدريب. وعايز اقول لكم يمكن في فل حلو، خبر كويس او يعني حاجه تدينا جرعه التفاؤل. الاهلي قاعد في نفس فندق الاقامه اللي كان موجود فيه ابو ظبي لما الاهلي كان شارك في كاس العالم للانديه تحت اشراف الفيفا، بيتدرب في نفس ملاعب التدريب، نفس الاجواء اللي شافها الاهلي في مونديال الانديه بيعيشها دلوقتي في كاس السوبر للانديه الابطال. طيب نعيش الاجواء اكتر ونقرب من التفاصيل ونشوف كافه الاخبار والكواليس كالعاده من خلال زميلنا فاروق صلاح موفد قناه الاهلي اللي موجود حاليا دلوقتي معانا في ابو ظبي عبر البث المباشر عشان نطمئن من خلاله على كافه الترتيبات والاخبار والكواليس. مساء الفل يا فاروق. برحب بك يا محمد طبعا، وبرحب بكل مشاهدينا، مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وعايز اقول لك يا محمد وبارك لك يعني الحمد لله على السلامه، عوده من جديد الى شاشه البيت الكبير طبعا بيت النادي الاهلي طبعا عبر برنامج الترند دايما موفق يا محمد، واحنا كل يعني احنا كزملاء او كجمهور النادي الاهلي دايما مستنيين منك الكثير باذن الله. الله يخليك يا فاروق، وانت بالتاكيد عامل شغل متميز دايما في الكواليس وفي السفريات وفي الرحلات، وعندك تفاصيل التفاصيل، نطمئن من خلالك بقى ونسمع الجديد من خلال رحلة سفر يعني منذ 48 ساعة، فأكيد في جعبتك الكثيرة والكثير، اتفضل. يعني خليني يا محمد اخد يعني رحله السفر من البدايه، من التدريب الاخير اللي كان الفريق اداه على ملعب مختار التيتش اللي من خلاله طبعا مستر كولر تقدر تقول اللي حط من خلاله ال 70% من الشغل الفني اللي يعني كان محتاجه من الفريق قبل السفر طبعا الى الامارات. كان المران الاخير على ملعب مختار التيتش، ثم توجه طبعا اللاعبون الى مطار القاهره، ومن ثم استقلال طائره خاصه والتوجه الى الامارات العربيه المتحده وبالتحديد ابو ظبي.
بص يا محمد، يعني عشان اقربك واقرب الجمهور، في مؤشرات كده انت بتحسها من البدايه، يعني من لحظه الوصول الى مطار القاهره في رغبه كبيره جدا عند لاعبي النادي الاهلي، يعني مش هقول لمصالحه النادي الاهلي الجماهير، ولكن لتعويض الجمهور عن فقدان البطوله السوبر الافريقي الاخيره. الرغبه دي يا محمد انت بتشوفها في وجوه اللاعبين، حاله التركيز اللي بان من اللحظه الاولى، يعني الكابتن محمود الخطيب وتواجده مع البعثه. طبعا انت عارف يا محمد جوه النادي الاهلي في يعني امور ومشاهد ما بتشوفهاش الا داخل النادي الاهلي. طبعا المهندس محمد الضماطي ورئيس بعثه فريق النادي الاهلي، وعلى الرغم من وجود الكابتن محمود الخطيب، المهندس خالد مرتجي، موجود الاستاذ طارق انديل، الدكتور محمد شوقي، جميع يعني كافه اعضاء مجلس الاداره لهم كافه التقدير والاحترام، ولكن انت عارف ان في مشاهد دايما بيتصدرها ورئيس البعثه هو المهندس محمد الضماطي. يعني الكابتن الخطيب نظرات عيونه مع اللاعبين في رغبه مهمه جدا عند اللاعبين لتعويض الجماهير. الجانب التركيز او الامور اللي طبعا الكابتن محمد رمضان وجوده مدي امور مهمه جدا للاعبين، في حوافز كبيره جدا عند اللاعبين، وجود الكابتن محمد رمضان ادي حاله من الهدوء عند اللاعبين، في تركيز شديد جدا. طبعا يا محمد كان الوصول الى يعني الى الامارات او تحديدا ابو ظبي في رحله طيران استغرقت 3 ساعات ونصف، ثم طبعا الانتقال بحافله من مطار زايد الدولي الى مقر اقامه الفريق اللي بيبعد عن المطار ب 20 دقيقه. بدا الفريق بقى التحضير والاستعداد الى السوبر من خلال التدريب امس واليوم. اختتم الفريق تدريباته واستعداداته على ملعب زايد في مدينه زايد، اعتقد يعني واحد من مدينه زايد الرياضيه، واحد من الملاعب المميزه اللي مستر كولر اشاد يعني بارضيه هذا الملعب، ولقى الاستحسان من جانب اللاعبين والجهاز الفني. تدريب بالامس اداء اللاعبون النهارده التدريب الثاني والاخير استعدادا لمباراه سيراميكا. النهارده طبعا كان في محاضره بالفيديو عقدها مستر مارسيل كولر مع اللاعبين، اتكلم طبعا على اهم الامور الفنيه اللي بيطالبها من اللاعبين في هذه المباراه، اتكلم على نقطه مهمه جدا، ضروره تعويض الجماهير، ضروره التركيز، الاستغلال يعني عدم التفكير في المباراه التاليه، خلينا ان احنا تركيزنا كلنا كافراد منظومه النادي الاهلي بدءا من كل افراد البعثه مرورا بكافه اللاعبين، التركيز على مباراه سيراميكا، لا حديث لا مجال لاي كلام اخر، التركيز على مباراه سيراميكا الخطوه الاولى، ثم يعني بعد مباراه سيراميكا ان شاء الله، وان انت تعدي من مباراه سيراميكا ثم تنطلق ان شاء الله وتكمل المشوار الى المباراه النهائيه. طبعا النهارده كان في المؤتمر الصحفي المستر مارسيل كولر والكابتن محمد الشناوي، اتكلم الكابتن مستر كولر عن اهميه جمهور النادي الاهلي ومنتظر دعم ووجود جمهور النادي الاهلي، اتكلم على الجوانب التحفيزيه للاعبين، قال انا جوه النادي الاهلي من ساعه ما جيت بطالب بكل البطولات، انا يعني انا الدوافع عندي متوافقه مع النادي الاهلي، الطموح اللي عندي هو نفس الطموح اللي عند جمهور النادي الاهلي. ان شاء الله يا محمد مردود هذه الامور تكون بدءا ان شاء الله من الغد امام سيراميكا باذن الله. باذن الله يا فاروق. طيب عايز اسالك على محمد الشناوي، اللعيبه الدوليه اللي كانت بتشارك مع منتخبنا الوطني في مباراتي موريتانيا وراجعين من موريتانيا في اجواء صعبه جدا، ويمكن في خبطه كده لمحمد الشناوي، يمكن اعتقد 7 غرز فوق الحاجب بالظبط. مدى جاهزيه الشناوي، مدى جاهزيه خالد عبد الفتاح وعمر كمال عبد الواحد، طبعا مش هنخش في الجزء التكتيك والتشكيل واحنا عارفين التفاصيل دي ما بنخشش فيها فاروق، ولكن يعني اطلال عامه كده اطمنا على شكل الفريق قبل مباراه سيراميكا بكره ان شاء الله اللي هتكون الساعه 8 بتوقيت القاهره. يعني تقدر تقول يا محمد الانضمام اللعيبه الدوليين، كان اخر لعيبه اللي انضم كان طبعا وسام ابو علي اللي انضم بالامس طبعا للفريق، وكان طبعا لظروف تواجده مع المنتخب الفلسطيني في مباراه الكويت كان التحق بالبعثه هنا في الامارات. يعني بتكلم على اللعيبه الدوليين، وخليني اوضح لك ان الكابتن محمد الشناوي عنده جرح قطعي طبعا استلزم 8 غرز في الجبهه. كل الامور دي محمد الشناوي مش مركز فيها، محمد الشناوي كقائد وكابتن فريق النادي الاهلي مركز ان احنا نفرح الجمهور. النهارده قال رساله مهمه جدا، يعني احد الصحفيين او بيسال عن الكابتن الشناوي والتدوير وهذه الامور، كابتن محمد الشناوي قال الشناوي هو لاعب ضمن فريق النادي الاهلي، اي 11 لاعب موجودين كلنا ورا الفريق، اي 11 من الامر غير متعلق غير مقتصر فقط على مركز حراسه المرمى، سواء الكابتن محمد الشناوي، الكابتن مصطفى شوبير، الكابتن حمزه علاء، الكابتن مصطفى مخلوف. كابتن الشناوي قال رساله مهمه جدا، قال يا ريت ما نفتحش هذا الكلام
يعني ونفضل ان احنا نسال في هذا الامر مين هيلعب او مين ما يلعبش. اي 11 لاعب هيكون موجودين في ارض الملعب لهم كل الدعم مننا كلنا ومن كل جمهور النادي الاهلي. الحاله اللي ظهر عليها اللاعبين يا محمد خلاص يعني انت تقدر تقول اللعيبه الدوليين ووجودها خلاص الامور دي خلاص يعني ما رحله الطيران او الارهاق اللي كانت مع المنتخب المصري مستر كولر ايه قدر يعني ان هو يعالج هذا الامر طبعا بالتنسيق طبعا مع تيتسيان اندويا مخطط احمال النادي الاهلي. فتقدر تقول خلاص يعني الشناوي ما فيش اي تاثير طبعا موضوع الجرح اللي في جبهه الشناوي. ايضا كل اللاعبين ومدى تركيزهم. وسام ابو علي كان في استقبال حار من اللاعبين لاستقبال وسام ابو علي. عايز اكد على نقطه مهمه جدا يا محمد وهي الجمهور اللي في كل مكان جمهور النادي الاهلي اللي عنده ثقه كبيره جدا. النهارده جمهور من الامارات موجود يساند ياذر النادي الاهلي. الحاله العامه الاجواء العامه يعني ان شاء الله محمد انا ببشرك وبشر كل جماهير النادي الاهلي تكون بدايه خير ان شاء الله غدا في مباراه سيراميكا. زي ما اكدت يا محمد في اول كلامي باكد ان النادي الاهلي والجماهير اللعيبه عندهم رغبه في تعويض الجماهير. الشغل الفني بقى وانت عارف انت في جزء كبير جدا مستر كولر انهاه في القاهره. النهارده برضو محمد على يعني على هامش الاستعداد لهذه المباراه كان في محاضره مع من الجانب التحكيم او الكابتن ابراهيم نور الدين كان مع فريق النادي الاهلي في مقر اقامه فريق النادي الاهلي. طبعا انت عارف يا محمد طبقا للبروتوكول الخاص بهذه البطوله بيبقى في ندوات او محاضرات بالتحكيميه خاصه بكافه هذه الامور قبل المباراه. كان النهارده في مقر اقامه فريق النادي الاهلي لبعض الامور الخاصه بالحالات التحكيميه. انت عارف يا محمد مباراه مهمه جدا التزام احنا عايزين كل فريق ياخد حقه. النادي الاهلي عايز ياخد حقه اي فريق او اي منافس اكيد عايز ياخد حقه. عايزين العداله بس يعني ان شاء الله تكون موجوده في ارض الملعب. لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله تكون قادره على يعني رسم الفرحه على جماهير النادي الاهلي. نعدي خطوه سيراميكا ثم يبدأ بعد مباراه سيراميكا لكل حدث حديث. نقطه الهامه محمد اللي وانت بتختم تدريب النادي الاهلي النهارده مستر مارسيل كولر تقدر تقول في حيره من امره. يعني فعلا يا محمد اللعيبه اللي في ارض الملعب او اللعيبه اللي في التدريب كل لعيب عايز ينزل زي ما اقول لك بلغه الكره ياكل النجيله. تحس من ملامح وجوه لعيبه النادي الاهلي اكن الفريق ده خسران كل البطولات الموسم الماضي. يعني تحس من ملامح اللعيبه ان الفريق ده اللي واخد البطولات السنه اللي فاتت واخد كل البطولات او كافه البطولات او اربع بطولات. تحس ان اللعيبه عندها حاله رغبه كبيره جدا ان شاء الله ان هم يصالحوا الجماهير ان شاء الله باذن الله. محمد ربنا يكرم في مباراه سيراميكا ومن ثم ان شاء الله الانتقال الى المباراه النهائيه باذن الله. فاروق صلاح مفضى قناه الاهلي مع بعثه فريق النادي الاهلي شكرا جزيلا ليك. فاروق قال كلام مهم جدا ولكن في الجزء الاخير اتكلم على محاضره تحكيميه تمت من الكابتن ابراهيم نور الدين لفريق النادي الاهلي وده تم حتى مع بيراميدز وسيراميكا وايضا فريق الزمالك. ولكن في ملف التحكيم وانتم عارفين دايما الترند كان دايما مركز قوي في الملف ده نتيجه المشاكل التحكيميه اللي بتحصل كتير واحنا هنكمل في نفس الملفات وهنضيف لان الترند الفتره الجايه هيكون في شكل مختلف في توقيت مختلف وهكيد هنقول لكم ده احنا في سياق الحلقه. ولكن الحكام في ازمه ازاي؟ ما طواقم التحكيم سافرت والناس موجوده. لا تعالى هو لما يكون عندك اربع مباريات الطبيعي في اليوم لما يكون في مباراتين يبقى عندك كم حكم في كل مباراه؟ سته وسته. ازاي؟ حكم ساحة، اتنين مساعدين، حكم رابع، حكم على الفار، وحكم مساعد ايفار. طيب، ستة موجودين في ماتش الزمالك وبيراميدز. عندك بعدها الأهلي وسيراميكا الساعة 8. طب الستة دول هنا، يبقى هنا الناحية التانية كام؟ خمسة. ما هو قدامكم على الصورة أهو عدد الحكام وموجودين مع الكابتن محمد فاروق القائم بأعمال رئيس اللجنة والكابتن إبراهيم نور الدين المنسق الفني للجنة الحكام. فبالتالي ستة وخمسة. هو مش المفروض يبقى ستة وستة؟ طب السادس اللي هنا ما راحش ليه؟ مش موجود ليه؟ طب هيعالجوها ازاي؟ جات لي معلومات غريبه شويه بمعنى والكلام ده من مسؤولين موجودين في الاتحاد او من مسؤولين موجودين في اللجنه. قال لك نفكر ازاي عشان نشوف الازمه دي، رغم ان الازمه دي المفروض تبقى عارفها ومحضر لها من بدري، ما انت سته في ماتش الزمالك وبيراميدز المفروض يبقى سته اهلي وسيراميكا، لكن هم هنا خمسه. طب السادس ده هيجي منين؟ قال لك انجز يا جدع، خلص ماتش الزمالك وبيراميدز في استاد النهيان واطلع على طول استاد محمد بن زايد كمل الاي فار. هل ده كلام منطقي؟ طب وانت ايه اللي يجبرك على كده يا سيدي؟ ما تطلع بستة وستة يبقى 12 و12 زي السنة اللي فاتت. كان عندك أربع حكام ساحة وكان عندك ست مساعدين واتنين فار. بيتغير وبتحط وبتشيل. افرض حكم من الحكام اللي انت عايز توديهم في الماتش التاني بسرعة لما يطلع من الاستاد يركب عربية ويطلع على الملعب التاني عمل غلطة في ماتش الزمالك وبيراميدز. هنتقبل ازاي وجوده في ماتش الأهلي وسيراميكا؟ مش معقولة يعني. طب سمعت برضو إن اللجنة بتفكر تستعين بالاتحاد الاماراتي عشان تكمل الحكم السادس في مباراه الاهلي وسيراميكا. ده كلام.
هل ده منطق؟ هل ده تحضير من اتحاد الكرة ومن لجنة الحكام؟ سيبكم من الزيارات اللي بتحصل للأندية عشان قواعد التحكيم المفروض تحصل من محاضر دولي، بس نفترض نعديها مش مشكلة، ولكن لما تطلع حكام طلع العدد المناسب، مش هنوفر في حكم، ما في ليلة كبيرة مش عايز أتكلم يعني. هل معقولة أربع حكام ساحة ومطلع خمس مراقبين من لجنة المسابقات؟ ليه الخمسة دول هيعملوا إيه؟ ما هو كل ماتش ممكن يراقبوا واحد، ده أنت ممكن تخلي مراقب في استاد محمد بن زايد وتخلي مراقب واحد في استاد النهيان وتوفر عدد المراقبين للحكام. مع العنصر المهم في اللعبة زي الفريق زي الحارس زي اللاعب زي المدرب زي الجمهور، الحكم. تقدر تلعب مباراة من غير حكم؟ اه والله ممكن يحصل في ماتش الأهلي والسيراميكا. ازاي؟ مش هيبقى فيه ايفار جنب الحكم الفار. ما هو الايفار ليه دور غير دور الفار، بيشتغل على خطوط التسلل. أزمة على فكرة ما حدش واخد باله منها، بس كالعادة احنا في الترند هنلمس كده ببعض التفاصيل عشان الفترة الجاية الناس تاخد بالها من شغلها شوية. طيب دلوقتي معايا مداخلة مهمة جدا مع واحد من أعمدة الدفاع وأعمدة النادي الأهلي في حقبة زمنية كانت تاريخية كبيرة جدا. كان ليا الحظ والنصيب والشرف إني أشتغل معاهم وأسافر معاهم وأتعامل معاهم. كابتن عماد النحاس منور الدنيا وبرحب بيك على شاشة قناة الأهلي. أنا برحب بيك يا محمد والحمد لله على السلامة وعودة حميدة إن شاء الله. منور دايما شاشة قناتنا الكبيرة طبعا قناة النادي الأهلي طبعا. مش عايز أقول لك بقى أهلا بيك، ده بيتك يعني. أكيد طبعا. أكيد طبعا. أولا طبعا عايز أطمن على الكابتن عماد النحاس، الفترة الحالية التدريب الأمور الفنية، أنا عارف طبعا المسائل التدريبية في مصر دلوقتي فيها تفاصيل كتيرة وانتقالات كتيرة، فعايز أطمن على الكابتن عماد دلوقتي. بعد اخر فتره مع نادي المقاولين وبعد طبعا هبوط نادي المقاولين للدرجه الاولى وفكينا الارتباط بالتراضي ما بيننا وبين بعض، وان شاء الله بتمنى لهم التوفيق يرجعوا تاني باذن الله للدوري الممتاز. كان في بعض العروض نتكلم في دوري محترفين، لكن الموضوع كان بالنسبه لي يعني اقول شبه مقفول يعني. كان في الوقت ده عروض بنتكلم على ان احنا نطلع بره، ما بين الدوري الاماراتي الدوري الدرجه الاولى، ما بين الدوري العراقي، ما بين الدوري الليبي، ولكن لسه سبحان الله يعني لسه ما توفقناش، ولكن الحمد لله شغالين والناس مش مقصرين معايا كاكثر من وكيل الحمد لله على تواصل مستمر معاهم، وان شاء الله الفتره اللي جايه تكون خير يعني ان شاء الله. اي مكان يتشرف بيك يا كابتن عماد. اكيد طبعا واحد كرة. من اعمده الدفاع في النادي الاهلي وفي منتخبنا الوطني. كرك حماد. طيب اسالك بقى على بطوله السوبر المصري للانديه الابطال، و شايف البطولة ازاي؟ مشاركة الاهلي قدام سيراميكا، مباراة بيراميدز امام الزمالك، الطرف الافضل او الاوفر حظا للوصول الى النهائي، شايف حسابات البطولة ازاي في ظل هي بداية موسم بالنسبة للفرق؟ اكيد طبعا. اولا الموسم الثاني على التوالي البطولة بتتعمل بنفس النظام وفي دولة طبعا في الامارات الشقيقة طبعا. الحظوظ متساوية للاربع فرق اكيد. ده البطولة فيها أربع فرق والأربع فرق فيها ثلاثة أبطال، نادي الأهلي بطل الدوري، نادي بيراميدز بطل كأس مصر، سيراميكا بطل الرابطة، نادي الزمالك بالكارت الذهبي، ويمكن ترتيبه في الدوري كمركز ثالث اداله الأولوية إن هو يكون موجود على حساب مودرن سبورت أو على حساب نادي المصري اللي هما كانوا في الترتيب الرابع والخامس تقريبا. صحيح. بطولة قوية طبعا فيها أربع فرق، الأربعة زي ما بقول لك كده الحظوظ متساوية. الحظوظ الاوفر طبعا للانديه اللي لعبت وبدات من بدري، نادي الاهلي ونادي الزمالك ونادي بيراميدز بالحكم ان هم لعبوا في افريقيا وشاركوا. الحظوظ سيراميكا مش في البطوله، في اللعب انه يظهر بشكل كويس في ظل ان هو فتره اعداد فقط لا غير ما بين هنا في مصر ومباريات وديه وبعدين يسافر بدري للامارات يكمل بقى المعسكر قبل البطوله ب 10 ايام عشان يكمل المعسكر بدون خوض اي مباراه رسميه. فده يدي موضوع شويه من القلق شويه لنادي سيراميكا، لكن شفنا سيراميكا السنه اللي فاتت بادائه في الدوري وفي الرابطه ويفوز بالرابطه الموسم الثاني على التوالي، فما فيش في النهارده محمد كوره او مباراه سهله في اي بطوله سواء كان في بطوله الدوري او النهارده في سوبر، كل الحظوظ متساويه. نفس الكلام للبيراميدز بعد فوزه باول بطوله في كاس مصر، بيروح البطوله دي وهو المسافه قريبه ما بين نهائي كاس مصر وما بين البطوله النهارده بيتكلم في شهر ونص او شهرين تقريبا. عنده دوافع انه يفوز بالبطوله الثانيه، لكن بيتقابل مع نادي الزمالك اللي جاي معنويا، ما فازش بالبطوله السنه اللي فاتت لكن معنويا يفوز على النادي الاهلي بالسوبر الافريقي، فعنده معنويات عاليه، لكن هي برضه اكيد هتبقى مباراه قويه ما تقلش اهميه طبعا مباراه النادي الاهلي مع سيراميكا.
نادي الزمالك زي ما قلت لك معنوياته مرتفعه داخل البطوله باضافه حاجه جديده بمسمى جديد هو الكارت الذهبي، برضو اضافه قويه للبطوله من ناحيه الجماهير وخلافه. الفتره بس الاخيره او من بعد مباراه السوبر الناس بتتكلم على السوبر المحلي كانه اهلي وزمالك. صحيح. وحصروا الموضوع ما بين ان النهائي خلاص هيكون اهلي وزمالك، لا في اربع فرق الاربعه اربع انديه كبار عندهم نفس الفرص نفس الحظوظ. كل واحد عنده مباراه اولى لازم يفكر في المباراه الاولى الاول. النادي الاهلي عشان يوصل النهائي لازم الاول يعدي سيراميكا، او سيراميكا لو عايز يوصل النهائي لازم يعدي الاول ويكسب النادي الاهلي. نفس الكلام طبعا للزمالك وبيراميدز. وارد ان في النهائي ما يكونش موجود اهلي وزمالك. كل شيء وارد في الكوره. طبعا وارد ان يكون موجود الاهلي والزمالك او اهلي بيراميدز سيراميكا وبيراميدز سيراميكا على حسب مين هيعدي المباراه الاولى. النادي الاهلي استعداده كان فتره الاعداد كويس جدا، مباراه السوبر وكانه بيعيد سيناريو الموسم اللي فات محمد برضه. صحيح لما رحنا لنفس البطوله نفس السيناريو بالظبط، خسرنا قدام اتحاد العاصمه في السعوديه في السوبر، ورحنا برضه للبطوله دي واحنا خسرانين السوبر الافريقي، وكانت بدايه موسم موفق جدا 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 للنادي الاهلي بدايه من السوبر المصري. يعني بدا النادي الاهلي بخساره السوبر الافريقي، وبعدين اكتسح كل البطولات واداء مميز سواء في الدوري او في افريقيا او في كل المباريات وفي كل اداء النادي الاهلي السنه اللي فاتت. وده اللي الواحد بيتمناه ان شاء الله، ان يكون اعاده الثقه للعيبه. عندنا لعيبه اسماء كبيره، لعيبه محترمه جدا، لعيبه شايله المسؤوليه. ما كانوش موفقين في المباراه الاولى في مباراه السوبر الافريقي، كانوا رايحين وحاسين ان المباراه ممكن تكون بالنسبه لهم في المتناول، رغم ان احنا كلنا عارفين على مر التاريخ ان مباراه اهلي وزمالك ملهاش اي مقاييس، هي ادائك وتركيزك ويومك في اثناء المباراه بيكون عامل ازاي، ملهاش دخل بحاله. صحيح. النادي الاهلي عامل ازاي او نادي الزمالك عامل ازاي. احنا كنا شويه رايحين مطمنين ان احنا الافضل مثلا، يعني كان بحس كده او احساسي كان اثناء المباراه كده، لكن غاب عننا التوفيق طبعا. احنا رغم ان النادي الاهلي تقدم في المباراه 1-0 لكن ما قدرش بلغه الكوره ان هو ينهي المباراه اثناء الجيم. ولما رجع نادي الزمالك للمباراه ورحنا لضربات الجزاء، خلاص ضربات الجزاء انت رحت لضربات الحظ، مين يسجل مين يضيع، فشوفنا افضل لعيبه في العالم بتضيع وافضل لعيبه في العالم بتسجل تحت الضغط بتاعت المباراه، كل شيء وارد. ولكن انا بشوف ان هي من الدوافع اللي موجوده عند لعيبه النادي الاهلي، لكن برضو مش محتاجين او الناس محتاجه في الوقت ان انت بتضغط على اللعيبه اكتر ان انت تعوض خساره السوبر الافريقي. طيب كابتن عماد، من غير ضغوط على اللعيبه، انا اسف، من غير ضغوط على اللعيبه، اللعيبه حاسه بالمسؤوليه وحاسه ان هي بدايه الموسم، وحاسه ان دي برضو بطوله بيشارك فيها فرحه نفسك في اول الشهر او في نهايه الشهر ده على بطوله دوري جديد، وعلى كاس مصر من جديد، وعلى سوبر هتلعب تاني افريقيا وخلافه، يعني من المنافسه ما بين الانديه المتواجده معاك في البطوله يعني. اكيد. طيب كابتن عماد فرصه وانت معانا، يمكن طبعا كل الساده المشاهدين بيتابعوا معانا كواليس حصريه للمران الختامي لفريق النادي الاهلي، كان منذ دقائق قليله جدا وده اخر تدريب للفريق قبل مباراه بكره، لكن عايز اسالك سؤال ومش هطول عليك اكتر من كده. فريق سيراميكا كليوباترا وفريق بيراميدز كان ما بينهم صفقات تبادليه، يعني بيراميدز خد لاعب مهم جدا من سيراميكا كايجولا، وبيراميدز يمكن ادى لعيبه لسيراميكا نتيجه هذه الصفقه في التبادل اللي تم، والاهلي جاب صفقات والزمالك عمل صفقات في اطار معين. هل الصفقات دي ممكن يكون لها تاثير على شكل المنافسه في بطوله السوبر ولا لا؟ اكيد طبعا. اكيد يعني شكل، اولا هنتكلم على سيراميكا اللي هينافس النادي الاهلي في المباراه الاولى. يعني اولا سيراميكا قبل ما يتعاقد مع لعيبه فهو استغنى عن لعيبه برضه مميزه جدا، ياسر ريان ومحمد ابراهيم وصديق اوجولا وزلاكا، لكن في نفس الوقت عمل برضه الصفقه التبادليه دي بدخول ثلاث او اربع لعيبه مهمين جدا بالنسبه له، لقاي فخر لقاي مع اسلام عيسى من نادي بيراميدز، مع طبعا وجود الجهاز الفني كابتن ايمن رمادي في القياده الفنيه، فهو ادرى دلوقتي بالدوري وباللعيبه ويقدر يعمل الانسجام ده من بدري. لكن انا قلت لك الحاجه الوحيده السلبيه في سيراميكا وهيعاني منها شويه الجهاز، اللي هي الجاهزيه للمباراه، لان انت اول ما تبتدي باعلى ليفل في الحياه وتبتدي بالنادي الاهلي دي بالنسبه له صعبه. لكن الاضافات في النادي الاهلي، النادي الاهلي اشتغل على جزء من النواقص اللي عنده لكن لسه محتاج لدعم. النادي الاهلي لما استغنى احتراف منعم اتعوض باثنين لعيبه، يوسف ايمن
واشرف داري. وبشوف ان ممكن اشرف كلاعب جاي من الدوري الفرنسي، كلاعب في منتخب المغرب عنده خبرات، يقدر يكون اضافه بدايه المباراه. هي اخرته شويه الاصابه، لكن هيكون اضافه قويه مع ياسر ومع رامي ربيعه طبعا، ومع مجموعه المدافعين اللي موجودين. بعد اصابه علي معلول الحمد لله النهارده علي بدا يتعافى ويرجع لمره ثانيه. وموضوع الجنسيه ده انت ادرى مني بالموضوع، هل الموضوع ده تم فعلا بناء على اللي انا قريته يعني في الفتره حاليا الأخيرة؟ لا حاليا لا خلاص. انا بتكلم عن لكن برضو انت عوضت بوجود يحيى عطيه الله من اللعيبه الكبيره، اللعيبه اللي عندها برضو خبرات بغض النظر البدايه، لكن هو مش لعيب صغير بيقدر مع وجود رضا سليم مع وجود اشرف داري. يعني انت ما عندكش مشكله في التعامل، وعندك اثنين عندهم الخبرات، وخاصه رضا سليم اللي هو المفروض موجود قبل منكم في الدوري ويعرف النادي الاهلي كويس، ويعرف ازاي تتعامل مع الجمهور وازاي تتعامل مع الضغوط. مع الخبرات اللي موجوده عندك تقدر ان شاء الله تكون اضافه قويه، خاصه ان انت جاي مكان واحد من افضل الباكات اللي موجودين مع جيلبرتو مع كل الناس، مع كابتن ربيع ياسين، مع محمد عماره، مع كل الناس. مش عايز انسى حد اللي لعب في المكان ده مع كابتن محمد يوسف. ففي اسماء كبيره ليحيى، انت تبقى عارف ان انت شايل يعني المكان ده، مش الاماكن، مش هقول الاماكن الصعبه، لكن الاماكن اللي دايما الحمد لله بيجي لنا فيها لعيبه مميزه ولاعيبه دوليه كبيره، سواء من عندنا مصريين او محترفين. تمام، فاتمنى له ان شاء الله التوفيق الفتره اللي جايه. كنا محتاجين اكيد زي ما بنسمع دايما حد مهاجم مع وسام، خاصه السنه دي ضغط المباريات وضغط البطولات على النادي الاهلي كتير، وعدد المباريات السنه دي هيكون اكتر. يمكن اللي اتعمل النهارده في القرعه بتاعت الدوري والنظام اللي اتعمل فيه الدوري هيخفف شويه عدد المباريات، واشوف ان ده ان شاء الله يكون في مصلحه كل الانديه ومصلحه النادي الاهلي باذن الله. كابتن عماد النحاس، انا سعيد جدا بمداخلتك معانا في اول ظهور وعوده لبرنامج الترند، نورتنا وشرفتنا. وانتوا بتتكلموا عن تاريخ كبير جدا لواحد من اعمده الدفاع في النادي الاهلي وفي منتخبنا الوطني. شكرا جزيلا كابتن عماد النحاس. فاصل ثم نواصل. اهلا بحضراتكم من جديد. زي ما انتم متعودين معانا في برنامج الترند بيكون معانا الاخبار الحصريه والكواليس والتفاصيل والملفات المهمه جدا اللي هتتابعوها ان شاء الله باذن الله مع عوده البرنامج بقى بالفورمات الجديده يوم الاثنين. برنامج موعده هيكون من الاحد للخميس من الساعه 6 ل 7:30، لكن النهارده حلقه استثنائيه لمباريات السوبر، بكره في مباريات، والفورمات الجديده والشكل الجديد بالاضافه لكل الشغل ده هتشوفوه بقى بشكل مختلف كمان زي حلقه النهارده واكتر كمان يوم الاثنين اللي جاي. وهوعدكم باذن الله من يوم الاثنين اللي جاي كل يوم هيكون معانا خبر مهم جدا وانفراد ومعلومه تخص الاهلي في كل المباريات اللي جايه محليه وافريقيه وايضا دوليه. عندنا احداث دوليه مهمه جدا، مباراه العين الاماراتي فيفا انتر كونتيننتال، عندنا مونديال الانديه في الولايات المتحده الامريكيه. مش بشوقكم بس بجد اللي جاي في مفاجات مهمه جدا عبر شاشه قناه الاهلي. طيب النهارده من الاخبار السريعه، زي ما شفتوا من شويه الاهلي كان بياخد مرانه الختامي استعدادا لمواجهه سيراميكا كليوباترا. النهارده الفريق اكيد كان بيتمرن في التوقيت الساعه 6 مساء بتوقيت القاهره، ومارسيل كولر عمل محاضره فنيه للاعبين عشان يعني اخر التعليمات والتوجيهات الخاصه بمواجهه سيراميكا. قدامكم على شاشه دي الكواليس الخاصه والحصريه على شاشه قناه الاهلي بشان التدريب، وبالتاكيد نتمنى يا رب يكون الجهاز الفني واللاعبين في اتم الجاهزيه. طيب كمان النهارده كولر كان عامل محاضره الساعه 4:30 قبل التحرك للمران، وهيعمل محاضره ثانيه النهارده كمان بعد العشاء. ليه؟ اكيد بيشتغل على فكره التحضير لمباراه سيراميكا بعد العوده من السوبر الافريقي. الراجل اكيد بيحضر بشكل كويس جدا وعمل كذا اجتماع مع محللي الاداء عشان التحضير للمباريات اللي جايه. محمد مجدي قفشه كان ليه تصريحات مهمه جدا وقال ان مباراه سيراميكا صعبه، ولكن كل اللاعبين تعهدوا على الفوز باللقب والفوز بالبطوله ونسيان احداث لقاء السوبر الافريقي. الاهلي مقبل على فتره مهمه من البطولات المحليه والقاريه والمنافسه القويه، لكن الرهان دايما سيكون على جماهير النادي الاهلي في المسانده والمؤازره مع اللاعبين في استاد محمد بن زايد. عمر كمال عبد الواحد ايضا كان ليه تصريحات مهمه وقال نركز جيدا في مواجهه سيراميكا ونسعى لاسعاد جماهير الاهلي، لقب لا يمكن التفريط فيه
رغم صعوبة المنافسة مع الفرق اللي تأهلت. قال الجهاز الفني على مدار الأيام الماضية كان حريص على منح اللاعبين دوافع كبيرة لا نفكر حاليا سوى في مباراة السيراميكا. الأجواء في معسكر الأهلي بيسودها التركيز الشديد، كل بطولة بنشارك فيها ما بنسعاش إلا للفوز، والجماهير ما بترضاش إلا بالحصول على اللقب، وكل لاعب هيقاتل من أجل وضع بصمة مع الفريق وكتابة تاريخ مختلف. أكرم توفيق قال بنخوض البطولة بشخصية البطل، هو الأهلي حامل لقب بطولة السوبر، تركيزنا منصب للفوز على سيراميكا. المباراة صعبة مهمة قوية، المنافس عنده دوافع، عنده طموحات، عنده لاعبين على أعلى مستوى للتتويج بالبطولة، لكن إن شاء الله النادي الأهلي هيكون جاهز بدوافع أكبر لمواجهة سيراميكا. وقال كمان أكرم توفيق إن جماهير الأهلي تعودت أن يبذل اللاعبون أقصى ما في جهدهم في كل البطولات لحصد الألقاب، ولمح أكرم كده وقال إن اللعيبة اكتسبوا خبرة المباريات الصعبة، وبالتالي سيكون هناك تركيز من الجميع في الملعب على تخطي هذه المباريات الصعبة في ظل المرحلة اللي بنمر بيها من عدة مباريات، والأهلي فريق كبير بينافس على كافة البطولات. رضا سليم قال جاهزون لمواجهة سيراميكا وهدفنا الاحتفاظ باللقب، وقال كمان رضا إن الجهاز الفني جاهز اللعيبة للتركيز على كل التفاصيل ودراسة نقاط القوة والضعف بالنسبة للمنافس اللي هنواجهه بكرة يوم الحد. كمان أكد رضا إن في تركيز شديد جدا داخل الفريق على تحقيق البطولة، والجهاز الفني مهتم بكل تفصيلة في المعسكر، وفي جلسات بتتم بين كل اللاعبين. أخبار مهمة والتصريحات مبشرة وكل حاجة، إن شاء الله بإذن الله يكون النادي الأهلي موفق في تخطي هذه المواجهة. البطولة هتبدأ بكرة، محدش بيفكر في ماتش الخميس إطلاقا، البطولة أساسها بكرة 90 دقيقة أمام مواجهة السيراميكا. بالمناسبة كمان عندنا إنجاز مهم جدا في قطاع النشاط الرياضي، رجال يد الأهلي بالأمس فازوا على الزمالك بتصويبة القاضية، فوز 26-25، تأهلوا للمباراة النهائية أمام فريق فلاورز بطل بنين. النهاردة المباراة هتتلعب الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، وكلنا عارفين المباراة كانت بتقام على صالة أمني سبورتس، وطبعا الأهلي أدى شكل جيد جدا في لقاء الزمالك. كمان فريق السيدات لكرة اليد للنادي الأهلي نجحوا في حصد الميدالية البرونزية لبطولة إفريقيا للأندية الأبطال اللي بتقام في مدينة العيون بالمغرب، بعد الفوز على فريق أوتوهو الكونغولي بنتيجة 31-22. ألف مبروك لسيدات يد الأهلي، وبالتوفيق لرجال اليد النهاردة في المباراة الختمية الساعة 9. آخر حاجة قبل ما أطلع لفاصل واستقبل ضيفي، النهاردة كانت قرعة الدوري بنظامه الجديد، دور أول ب 17 مباراة، مرحلة المنافسة على اللقب 9 فرق، والمنافسة على البقاء في الدوري بتسع فرق، ولكن النهاردة اتعملت القرعة بنظام الذكاء الاصطناعي زي ما بيحصل في العديد من الدول الأوروبية، وأسفرت في النهاية عن المواجهات التالية. في الجولة الأولى الأهلي سيستضيف سيراميكا كليوباترا على استاد القاهرة، في الجولة الثانية الأهلي سيلعب مع زد، وهذه هي مباراة فريق زد، في الجولة الثالثة الأهلي والاتحاد السكندري، الجولة الرابعة البنك الأهلي مع الأهلي، الجولة الخامسة الأهلي مع سموحة، الجولة السادسة الأهلي هيتحرك ويروح على اسكندرية يلعب في برج العرب مع المصري، الجولة السابعة مع إنبي في القاهرة، الجولة الثامنة مع الجونة، الجولة التاسعة مع فاركو في الإسكندرية، الجولة العاشرة مع بيراميدز في استاد القاهرة، الجولة الحداشر مع مودرن سبورت في استاد القاهرة، الجولة الاتناشر مع بتروجيت، والتلاتاشر مع المحلة في القاهرة، ثم بعد كده الأهلي يسافر إلى إسكندرية يلعب في برج العرب مع الإسماعيلي في الجولة الأربعتاشر، ثم مباراة القمة مع الزمالك في الجولة الخمستاشر، وبعد كده الأهلي يسافر إلى إسكندرية لمواجهة الحرس في الجولة الستاشر، والختام مع طلائع الجيش في الجولة الـ17. كلنا عارفين نظام القرعة، الفرق اللي هتلعب معاها على أرضها في الجولة الأولى في جولة المنافسة على اللقب هتلعب مع الفريق المنافس في أرضه سواء بيراميدز أو الزمالك إذا تأهلوا في المنافسة على اللقب مع النادي الأهلي. نظام جديد، شكل جديد، كل التوفيق للأهلي يا رب في نظام جدول الدورة اللي هينطلق يوم 30 أكتوبر وتخلص المسابقة حسب ما أعلن رئيس رابطة الأندية يوم 30 مايو. فاصل، وبعد الفاصل الخبير التحكيمي كابتن ناصر عباس، عندنا تفاصيل مهمة جدا وأخبار وكواليس حصرية خاصة بطواقم تحكيم مباريات كأس السوبر، كل ده ولكن بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد. سوبر المصري للأندية الأبطال أكيد جزء لا يتجزأ من نجاح هذه البطولة الرايه والصفاره، هتحسم مباريات وممكن لا قدر الله تفسد مباريات. النهارده فقره تحكيميه مهمه جدا هنتكلم في تفاصيل اعتقد ناس كتيره ممكن تسمعها لاول مره.
لان التحكيم بالنسبه لنا مش حاله تحكيميه، هدف ولا تسلل، لعبه فار ولا مش لعبه فار، اداره ولا تفاصيل كتير ممكن نشوفها في التحكيم. لذلك في هذه الفقره بينورني وبيشرفني الكابتن ناصر عباس الخبير التحكيمي اللي هنتطرق معاه لتفاصيل كتيره جدا على طواقم تحكيم مباريات كاس السوبر. كابتن ناصر منور الدنيا وسعداء بوجودك معانا على شاشه قناه الاهلي. تحياتي ليك محمد وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، ببارك لك على البرنامج وبتمنى طبعا انك انت ربنا يوفقك وباذن الله ان شاء الله انت ماشي بشكل كويس يعني بشكل احترافي. ان شاء الله ربنا يوفقك في اللي جاي، المهمه صعبه بالنسبه لك واكيد انت عندك الدوافع انك انت تبقى الافضل، فبتمنى لك ان شاء الله التوفيق باذن الله. ان شاء الله. ندخل على طول في الموضوع. هندخل بس ليا نقطه مهمه جدا يا جماعه. اتفضل. النقطه المهمه هي لما بنتكلم على الدعم المعنوي للحكام ده مهم جدا. يعني ايه دعم معنوي يا كابتن محمد؟ احنا شفنا النهارده يعني وانا حكم صغير وانا حكم دولي وانا محاضر في الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي دايما الدعم بالنسبه لي مهم جدا جدا جدا، خاصه في ظروف هذه الدوره اللي موجوده. فالنهارده انا مش مجامل ولا حاجه، ولكن انا بشكر مجلس اداره النادي الاهلي. دي بدايه ودي حقيقه لابد ان احنا نقولها. النهارده ضرب المثل في ازاي يقف جنب حكام مصر، ازاي يديهم الدعم المعنوي، الدوافع، مسانده. دي حاجه كانت موجوده جدا جدا في النادي الاهلي لابد ان احنا نشيد بيها، لان كانت الحكام محتاجه الكلام ده كابتننا، محتاجه ان هي الانديه تقف. من غير ثقه الانديه في الحكام مفيش تحكيم. اللي بيدي الحكام الثقه وبيدي الحكام الباور اكيد والقناعات هي الانديه. الاهلي النهارده وقف مع الحكام بامانه بشكل جميل جدا ورائع، وقال لهم احنا معاكم في البدايه، خاصه احنا عندنا حكمين معروف وامين عمر كاس عالم 2026، دفعه معنويه كبيره جدا جدا تحسب لمجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب. طيب ندخل بقى في الموضوع، لان عندنا تفاصيل النهارده غريبه شويه، ويمكن انا قبل ما يكون معايا كابتن ناصر تطرقت ليها في الانترو. 6 حكام في مباراه الزمالك وبيراميدز و5 حكام في مباراه الاهلي وسيراميكا. ترجم لي يا كابتن ناصر ازاي نسافر ب 11 حكم؟ البدايه وهنا يمكن عامل جدول ودي نقطه مهمه جدا، وعامل مقارنه دايما بحب المقارنات. مقارنه بحكام السوبر 2023 كم كان عدد الحكام يا كابتن محمد؟ والمقارنه بالحكام في 2024. في 2023 كان عندنا 14 حكم. أربع حكام ساحة على الشاشة هي معنا. عندنا تمانية كابتن هنا، الحكام أمين عمر، محمد عادل، معروف، بنا. نروح للمساعدين أبو الرجال، أحمد حسام، سمير جمال، سامي هلهل، أحمد توفيق طلب، هاني عبد الفتاح، يوسف البساطي، كان وائل شعبان من خارج القائمة الدولية. يعني السبعة هنا الدوليين مساعدين موجودين معاهم وائل شعبان، دي 8. وعندنا هنا 4 حكام أدي 12، وكان عندنا حكام الفار كان محمود عاشور وطارق مجدي 14. ما عندكش اي مشكله في اختياراتك للماتشات. تعال النهارده نشوف اختيارات 2024، هو احنا بنتقدم ولا بنتاخر؟ المفروض نتقدم نشوف سلبياتنا يعني في السنه اللي فاتت كده. نزود. ليه يا كابتن بقول الكلام ده؟ لانك انت النهارده لابد يكون عندك اختيارات، عندك مباراه السوبر دي مهمه جدا. طب سؤال، لو حكم لا قدر الله في الماتشين الاولين حصل في اخطاء، القايمه معانا اهي، نيجي بقى للقايمه ديت، نروح للحكام امين عمر، معروف، محمود ناجي، احمد الغندور، دول 4. عندنا هنا 4 حكام مساعدين ومعاهم عمر فتحي. يا ده فرق شاسع قوي. تمام. وعندنا حكام الفار هم محمود عاشور ووائل فرحان. حتى كدوليين في المساعدين كلهم مش دوليين. عندنا ابو رجال بس واحمد حسام دوليين، وعندنا شريف عبد الله، هاني خيري، عمر فتحي. ثلاثة مش دوليين. اوكي. انا ما اعترضش على 3 مش دوليين، هم عندهم خبرات، شريف وهاني وعمر، ولكن انا بتكلم على عدد. السؤال نمرة 1. انا النهارده يا كابتن محمد حصل مشكلة في المرة الأولى والثانية. حكم مساعد حصل له لا قدر الله، بنتمنى طبعا التوفيق للكل، خطا تحكيمي فادح النهارده، هل انت هتلاعبه المباراه اللي بعد كده؟ طيب عندك حكم عنده مشكله وده وارد، مشكله فنيه او مشكله بدنيه او مشكله اصابه، كل شيء وارد. فليه انا اضغط نفسي؟ السؤال، انت قلت حاجه جميله جدا، احنا عندنا في المباراه الاولى ومرتين 6 حكام موجودين. ما طالما 6 في الزمالك وبيراميدز يبقوا 6 اهلي وسيراميكا. تعالى بقى قول لي المشكله دي تتحل ازاي. كابتن في حاجه مهمه، وانت كنت في الاتحاد الافريقي لابد من طاقم التحكيم قبل المباراه في حاجه اسمها الميتنج ماتش، ان 6 حكام مع المراقب قبل المباراه بساعه ونص. مظبوط صح؟ ليه ساعه ونص؟ لان انا النهارده بشرح انا كحكم خطه اللعب لحكامي. طب النهارده الراجل ده هيبقى عندنا حد ناقص،
يبقى يعني انت معاك خمس حكام بس. السادس ده عقبال ما يجي كابتن من المباراه الاولى هيتاخر على الاقل، هيجي لك المباراه الاولى الساعه 4:05، المباراه الثانيه الساعه 8، عقبال ما يخلص خلص لو في ركلات ترجيح هيتاخر، هيجي لك متاخر. فانت النهارده الراجل حتى مش هيلحق في الطريق، طريق ماشي وانت وحظك. هو ليه انا اضغط نفسي؟ فانا كان عندي حاجه مهمه جدا لابد ان انا اتكلم فيها. انت النهارده سفرت معدي لياقه بدنيه، كل الاحترام والتقدير ليه يا كابتن محمد. كابتن محمد ابو خاطر راجل مجتهد وبيشتغل شغل كويس قوي. سؤال حضرتك، انت وديت معدي لياقه بدنيه مع الحكام، وكان عندنا خالد حسين انت اخترته في الاول وبعدين ما سفرتوش، يعني اختار حكم وبعت صوره الباسبور وكل حاجه وفي الاخر في اخر لحظه تراجع. سؤال ايهما افضل، انا كلاجئ الحكام وانا مسؤول لجنه الحكام، معدي لياقه عندي افضل ولا الحكم؟ الحكم طبعا. وهقول لك ليه يا كابتن، خصوصا هم حكام دوليين فمش محتاجين معد يكون معاهم. الله عليك. كابتن محمد، هو امين عمر سافر كم مره سفريه ومعروف والغندور وراحوا، هل كان معاهم معد لياقه بدنيه؟ ما كانش معاهم معد لياقه بدنيه. يبقى انا النهارده اختار حكم، بدل ما انا عندي مشكله يبقى عندي ست حكام هنا وست حكام هنا. محمد خاطر قلت جميل قوي قوي، هو السؤال هو انا كابتن محمد كحكم مش هعرف اعمل احماء لنفسي قبل المباراه؟ ما بيعمل في الملعب. طب امين عمر بيسافر تصفيات كاس عالم وبيسافر كتير قوي قوي، هو وغندور ومعروف ومحمود ناجي. صحيح. فدي كانت مشكله، كان انا شايف ان كان ممكن يبقى الحكم افضل يسافر مكان محمد ابو خاطر. طيب الحكام بقى اللي تم اختيارهم، احصائيات ادارتهم لمباريات الاهلي، نتائجهم في مش نتائجهم كمان كمباريات يعني، ادائهم في الموسم الماضي، اختيارات بجد ممتازه ولا كنا المفروض نختار حكام تانيين مكان حكام موجودين؟ سؤال مهم جدا جدا جدا، وانا مش هدعي ان انا ملم باحصائيات الحكام من 4-5 سنين يا كابتن محمد. كل الاحصائيات موجوده عندي بالمباريات بالتقييمات بتاعتهم بالاخطاء التحكيميه سواء للنادي الاهلي او لجميع المباريات. يعني انا النهارده ما بقول لك النهارده محمود ناجي الحكم اللي هو في السوبر النهارده هو ادار في الجوله 11 والجوله 34 مباراه فاركو للاهلي والاهلي، وادار الاهلي ومودرن فيوتشر. نيجي بعديه امين عمر في الجوله 8 ادار زد والاهلي، وادار في الجوله 32 الاهلي والبنك الاهلي. احمد الغندور لعب مباراتين بردك في الجوله 5 والجوله 20 الاهلي وبلديه والاسماعيلي والاهلي. اخر حكم في الموجودين هناك حكام السوبر كان محمد معروف، ادار الاهلي والاتحاد وادار الاهلي وسيراميكا. الاربعه بتقييم عام كمقيم ادوا اداء كويس. كان هناك خطا تحكيمي لم يؤثر حسب ركله جزاء على رامي ربيعه تقريبا في مباراه فاركو والاهلي. اوكي. وما كانش مؤثره، ولكن عدوا الاربعه بشكل كويس يا كابتن محمد. اتمنى ان الاربعه يادوا اداء فيه العداله التحكيميه للكل. للكل يا كابتن محمد. ليه؟ كابتن محمد هذه البطوله النهارده انت بتقدم مردودك لحكامك. لو النهارده ما ابتديتش بشكل كويس قوي 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 انت عندك دوري. صح. لابد ان النهارده مع الدعم اللي موجود من الانديه ومع ثقه الناس كلها بحكامك، لابد النهارده ان يكون النهارده الحكام لهم دور. لابد يا جماعه النهارده ربنا يوفقكم، انتوا النهارده الكره في ملعبكم. انا عايز اقول لك بالمناسبه واحنا بنتكلم على موضوع اللياقه البدنيه، انا تابعت طبعا الحكام طوال الموسم، كانوا بيشتغلوا على عبر الواتساب، يعني المعد البدني يبعت على الواتساب البرنامج البدني وكله بيشتغل. ما بالك بقى انت رايح في السوبر فمش محتاج، خلاص يعني انت في الدوري شغال كده. فيلا مفيش مشكله. بالظبط بالظبط يا كابتن حمد. طيب ده بالنسبه لمحمود ناجي. باقي الحكام يعني عدد مباريات اللي قدروها في الدوري السنه اللي فاتت. تمام. انا عامل حسابي يا كابتن، انا لو الوقت يسمح انا بنتكلم على اكثر الحكام لعبا في هذا الموسم بالنسبه للحكام الدوليين. رجعنا لقينا امين عمر لاعب 13 مباراه. تمام. وده جميل جدا جدا، لاعب مباراه 3-3-4. يجي بعديه محمد معروف كابتن لعب 12 حكم مباراه حكم ولعب 9 مباريات فار، يمكن هم ده الافضل او اكثر الناس لعبا في الدوري الممتاز الموسم اللي فات. تمام. فنقطة مهمة جدا يا كابتن، قلت لما قلت النادي الاهلي بيدعم حكامنا وده شيء مهم جدا، كان لابد ويمكن ليه عتاب صغير على اتحاد الكرة. النهارده كان محمد فاروق النهارده رئيس لجنة الحكام طلب طلبين صغيرين قوي يا كابتن محمد. طلب نمرة واحد ان يضاف عدد حكام يسافروا، للاسف دوت ما هذا الطلب اترفض. طلب حاجة مهمة جدا جدا وسهلة جدا جدا، زي للحكام يا كابتن، زي للحكام يا كابتن محمد. يعني انا النهارده لما بنزل الملعب لابد ان يكون في زي الاتحاد المصري البادي التدريب، وفي نقطه تيشيرت في حكام دوليين عندهم لقطهم الدوليه. بالظبط. وفي حكام مش دوليين. هقول لك على مفاجاه، هقول لك على مفاجاه اعتقد مش بعيد عليك، ولكن هل تعلم ان البدل اللي الحكام رايحه النهارده او تصوروا بيها
هذه بدل الحكام وليس بدل اتحاد الكوره. بدلهم الخاصه. بدلهم الخاصه ان هم قالوا لبعض يعني ازاي نعمل شكل كويس حتى لو البدل تبقى متقاربه، وده كان المفروض يبقى فيه دعم يا كابتن محمد زي ما قلت محمد فوق طلب زي هو ايه ازاي؟ بدل التدريب مفيش طلب تشيرت طلبه وتنفذ تشيرت تسخين او احماء وشورت حاجه بسيطه جدا جدا. ده الدعم اللي احنا بنتكلم عليه، الدعم اللي كان لابد من الاتحاد المصري يقف جنب حكامه ودعم، ولكن ده هو الصوره صوره الحكام بالظبط. انت هتلاحظ النهارده بص مستغرب من فكره القعده والوقفه يعني مش عارف يعني بص يا كابتن محمد هتلاقي حتى البدل مش يعني الالوان برضك فيها شويه على حسب هم قدروا طبعا عند ما قدروا مشكورين طبعا ان هم عملوا زي دوت يعني حاجه دي بالاجتهاد الذاتي كان لابد. انا من وجهه نظري على الاقل يا كابتن تيشيرت وبدله مش هتكلف التحدي حاجه، على الاقل لو انت تنزل بتعمل احمائك الاربعه اللي موجوده في الملعب بتيشيرت واحد. اوكي مباريات بكره تمام، حكم مباراه الاهلي وسيراميكا وحكم مباراه الزمالك وبيراميدز، مش اختبار، انا عندي اسماء بس اسمع كابتن ناصر الاول. بص بالورقه والقلم بالورقه والقلم والاحصائيات اللي عندي معروف وامين عمر هيتشالوا للفاينل والثالث والرابع ده طبقا للاحصائيات اللي موجوده عندي. اوكي هيبقى عندي مين؟ غندور وناجي محمود ناجي. بالورقه والقلم الغندور صعب يلعب للزمالك. اوكي بعد وقعة جوميز الله عليك لا احنا واضحين هيبقى عنده ايه؟ ما انا بقول اهو لا انا بقول لك انا مش عاوز اتكلم في التفاسير ولكن انا عندي التفصيله كلها. غندور مش هيلعب للزمالك ليه؟ في وقعة جوميز وماتش الزمالك والمصري والحاجات اللي هي هيبقى عنده الاهلي وايه؟ سيراميكا يبقى عندي محمود ناجي ممكن هيلعب الزمالك وبيراميدز مش صعب جدا 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 وماتش الاهلي وسيراميكا صعب قوي قوي هيلعبه احمد غندور. معروف انا متوقع ان هو يلعب نهائي كابتن محمد امين عمر يعني هي في مبادله ما بين معروف اثنين مرشحين كاس عالم اي حد فيهم يلعب نهائي انا ما عنديش مشكله بتمنى من خلال قناه الاهلي تاني بقول بشكر مجلس اداره النادي الاهلي على دعمه لحكامنا والكره النهارده في ملعب الحكام من فضلكم قدموا لنا تحكيم طيب يعني يبقى أفضل. على مستوى الحكام المصريين. طيب ما تستغربش برضه احنا الحس الصحفي ساعات بيشتغل شويه ممكن تلاقي محمود ناجي في الاهلي وسيراميكا ومش بعيد تلاقي واحد من الاثنين يا امين يا الغندور في الزمالك وبيراميدز. هتكلم بتفصيله امين ما ينفعش يلعب للزمالك و لو هنرجع الاسبوع الثاني كابتن محمد الجوله الثانيه من الدوري امين عمر كان عنده الزمالك والمقاولين العرب حصلت اللعبه اللي هي لو تفتكر جوه بره بالظبط كده فحصل برضك مشكله فاحنا مش عاوزين نعمل يعني على الاقل اشتغلنا كده كابتن ناصر مفيش حد هيحكم للزمالك خلاص ما انا بقول لك ايه على ورق وانت عاوز تنجح مسابقه انا بقول لك اهو الافضل من وجهه نظري معروف وامين عمر يتشالوا في ثالث ورابع او النهائي خاصه كمان ايه انت بتدعمهم لان رايحين كاس عالم 2026 عموما هنستنى ونشوف تعيينات النهارده بالمناسبه ممكن يتم الاعلان عنها من اتحاد الكوره واتمنى تعلن اصلا قبل سفر الحكام يمكن يعني حكام مباراه الاهلي والعين من قبل الماتش ب 10 ايام معايا الحكام من دلوقتي بس ان شاء الله هنخليها الحلقات الجايه فنتمنى التوفيق للحكام. كابتن ناصر انا بشكرك نورتني وشرفتني واكيد هيكون عندنا حلقات ثانيه في جزء كده احنا محضرينه بشكل ايجابي في برنامج الترند جاهزين يا كابتن محمد جاهزين ان شاء الله جاهزين ان شاء الله باذن الله. فقره كانت مهمه جدا واطلاله سريعه على طواقم تحكيم لقاءات السوبر بعد الفاصل. المحتوى والسوشيال ميديا وصناع المحتوى معانا مفاجاه حلوه النهارده احمد قيشو وصناعه المحتوى على السوشيال ميديا خاصه لما بنتكلم في الترند الايجابي كل ده ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد والجزء الاخير من برنامج الترند وهذه التغطيه الخاصه والحصريه المتعلقه بانطلاقه الاهلي غدا في مباراه كاس السوبر المصري للانديه الابطال. الجزء الاخير جزء مهم جدا لانه في صلب الموضوع وفي صلب محتوى برنامج الترند وهو متعلق بالسوشيال ميديا. السوشيال ميديا فيها تفاصيل كتيره وفيها لوغاريتمات كتيره وفيها دهاليز كتيره قوي 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 ولكن صناع المحتوى اللي بيقدموا ترند ايجابي قليلين جدا. احنا هنا بما ان هنشتغل بمبادئ وتقاليد النادي الاهلي هنشتغل على السوشيال ميديا بس بما يتوافق مع عائله الاهلي مدرسه الاهلي. طب هنشتغلها ازاي؟ بالترند الايجابي. هنبدا نستضيف صناع المحتوى اللي بيشتغلوا بشكل ايجابي جدا عشان في النهايه يكون الهدف من ده حاجه ايجابيه للمنظومه الرياضيه. النهارده واحنا بنبدا هذا الموضوع اكيد لازم يكون عندنا
واحد من أهم صناع المحتوى ومحبب بشكل كبير جدا لدى جماهير النادي الأهلي، الأستاذ أحمد قيشو. أبو حميد منور الدنيا. أهلا بك أستاذ محمد، متشكر جدا على المقدمة الجميلة دي يعني، وأنا بجد بجد مبسوط إني معاك، ويعني ألف مبروك على عودة البرنامج، وإن شاء الله كده تكون موسم موفق لينا وللأهلي إن شاء الله يعني. طب مش محتاجين بقى نعمل إحماء ونسخن؟ أكيد. ننزل الملعب على طول. السوبر المصري وتاريخه والبدايات كانت فيها حاجات تفاصيل غريبة. البدايات طبعا كان فيها كلام كتير يعني، يمكن بس بنقول كده إحصائية يعني، إن الأهلي لغاية دلوقتي قبل انطلاق الموسم الجديد من البطولة يعني 14 بطولة، مقارنة بأربع بطولات فقط للزمالك، نصفهم ضربات ترجيح. نصفهم؟ اه يعني اثنين يعني، اثنين هم أخذوا اثنين وقت أصلي واثنين ضربات ترجيح. اوكي. تمام؟ فالمفارقة إن الناس اللي دايماً تقول لك إنه إحنا بطولاتنا حلال، الزمالك البطولات حلال وإحنا بطولاتنا بمساعدة الحكام، تقول المفارقة إن الأربع بطولات للزمالك فيهم إما حالات تنظيمية ودي هنقولها. أوكي. وإما حالات تحكيمية في ثلاث بطولات من الأربعة. أول بطولة، بطولة 2001، دي أول نسخة أصلا من السوبر، من السوبر. الأهلي اعتذر عنها، كان في مباراة خارجية واتأخر كده في الوقت، فالأهلي اعتذر، وكانت لسه طبعا أول نسخة ما كانش ليها الأهمية يعني، ما كانش اتعمل لها لائحة ولا حضر لها حاجة، ويلا نلعب السوبر وخلاص. بالظبط. فالأهلي اعتذر، فشارك بدلا منه نادي غزل المحلة. نادي غزل المحلة شارك، والمباراة كان زي ما تشوف كده سجل بالفعل هدف. في مباراة انتهت بفوز الزمالك بأول سوبر 2-1، لكن سجل الهدف اللي احنا شايفينه ده. ورغم كده اتحدى اي حد يقول لي ده الهدف ده اتلغى ليه؟ مفيش. الكابتن جمال الغندور كان هو الحكم. بالظبط كده، وهيطرد هيطرد اللاعب اللي ادعى لاعبي الزمالك ان هو لمس الكرة بايده. سامح زكي اعتقد لاعب المحل. بصراحه مش أمير. متذكر الاسم، بس في الاخر هو صلاح زكي. امير صلاح زكي. بص حضرتك، بيقولوا ان هو في لمسه يد. في لمسه يد؟ محدش، هو لعيب الزمالك هو اللي بس بيقولوا ان في لمسه يد. لا بس لمسه يد ازاي هتبقى بالقوه دي وتخش المرمى بالشكل ده؟ لا هو بيقول لك لمسه يد على اللاعب رقم 17 اللي هو الاول، اللي هو في العرضيه، مش اللي جابها، مش اللي جابها بيده. مش اللي جابها بالراس يعني. لا هو اللي هو بس بيعمل جامب ده، هو اللي بيعمل جامب ده، فهو بيقول ان هو بيقولوا يعني ان هنا في لمسه يد. طبعا مش موجوده. رفع ايده في الاول خالص. رفع ايده في الاول خالص ده. هو ممكن كان حاول يلعب لمس يد، بس في الاخر ما جابهاش. فانت مش بتحاسب على النتيجه، انت نيته يعمل ضرب لمس يد، مش كده. انت هو في الاخر ما لمس الكره بايده. أوكي. فعدت منه وراحت لزميله جابها بالهيد جول. فطبعا راح الراجل راح يقول له ما عملش حاجه، فللاسف اتطرد واتلغى هدف صحيح لنادي غزل المحله، اول بطوله سوبر، وفاز الزمالك باول بطوله سوبر. خطا للاسف مش متداول على السوشيال ميديا، وبشكر اصدقائي يعني محمد صلاح ومصطفى الصواف اللي هم القوا الضوء على الحاجه دي. هو دي من السوشيال ميديا، رجاله الاهلي في السوشيال ميديا يعني. فاحنا دلوقتي بنحب، احنا لو احنا عايزين نهتم باخطاء التحكيم زي ما الزملكاويه يعني زهقونا بهدف حسن شحاته، وكانه مفيش اخطاء تحكيميه فادحه في ماتشات حتى القمه، ودي على فكره هنستعرضها ان شاء الله في فقره ثانيه ان شاء الله. ده هدف الكابتن حسن اصلا ما كانش ليه تاثير على نتيجه الدوري. بالظبط. اصلا كمان. بالظبط. لا وبعدين انت لو بتتكلم عن فداحه الخطا، فياما ياما الاهلي تضرر من اخطاء تحكيميه فادحه. يعني كابتن محمود الخطيب اتلغى له جون في نادي الاتحاد السكندري في استاد اسكندريه قبل نص الملعب. بدايه التسلل. يعني ما مش مبهور. ليه؟ وكان في لاعب علاء ميهوب جاي قبل نص الملعب. بالظبط ده في ماتش اللي هو برضه الزمالك، برضه بالظبط الزمالك. بالظبط. بالظبط. وفي برضه حالات، وفي مثلا في ماتش في دوري 87-88 برضه اتلغى، ما حدش عارف هو اتلغى ليه، لا هو تسلل ولا هو فاول ولا فوق اي حاجه. فنرجع للسوبر، وبرضه سوبر تاني في بقى هنا اعتراف رسمي من الحكم، ماتش اللي هو 2017 لم يحتسب الحكم ضربة جزاء صحيحة لعبد الله السعيد لما كان طبعا لاعب النادي الأهلي في المباراة دي، من عرقلة من أحد لاعبي الزمالك دخل 18 ضربة جزاء. أقر بها حكامنا خبراء التحكيم مثلا بكابتن أحمد شناوي وباقي الخبراء. والحكم بنفسه، ولا يعني ما فيش يعني الاعتراف سيد الأدلة صحيح، فالحكم بنفسه الحكم الشيكي اعترف أن هو لم أخطأ يعني في عدم احتسابه ضربة جزاء للنادي الأهلي، والاعتراف ده موثق بالصوت والصورة لما كانوا سجلوا معاه في المطار. بالظبط. ايوه فاكر الموقف. بالظبط كده. فاذا احنا بنتكلم عن خطا تحكيمي، الزمالك فاز بضربات ترجيح. يعني ده فوز بس كده ايه اعتباري يعني، اللي هو ضربات ترجيح يا جماعه، عشان بس في ناس كتير ايه انا اسف يعني بتدلس في الحته دي. ضربات الترجيح يا جماعه هي اسمها ترجيح،
زمان كان بيتم بالظبط بتوجه فريق على حساب فريق بالظبط. زمان يعني في قبل لغايه الستينات تقريبا كان بيتم لعب المباراه مره ثانيه صحيح وتعادت مره ثالثه، يعني في ماتشات بتلعب اربع مرات عشان تتحسب اي فريق يفوز. فبداوا يختصروا الموضوع ده بضربه الترجيح تمام، فدي مش فوز او هزيمه لاي فريق. وبعد كده في اخر 2020 برضو في الزمالك فاز بضربات الترجيح، والفوز ده كان اليو باجي ضيع ضربه جزاء اخيره للنادي الاهلي، كان تصدى ليها ابو جبل بتصدي غير شرعي، لان يعني هو تقدم برضو موجود صوره هنا معانا اهو، تقدم عن خط المرمى بالزبط. وعلى فكره الحاله كان موجود فيها فار، يعني كان في فار في المباراه دي مظبوط. فاذا هنا كان لو في الفار مفعل كان لازم لو هو صدها ما تقعدش بره تتعاد تاني، هو صدها فلازم تتعاد. فاذا احنا بنتكلم عن ثلاث بطولات من اصل اربعه للزمالك، ثلاثه فيهم اخطاء تحكيميه، اخطاء مؤثره كمان، اخطاء مؤثره طبعا. ما هو ده اللي احنا بنتكلم، اخطاء مؤثره في توجيه البطوله ومسار البطوله. نروح للبطوله، ده الشق التحكيمي، الشق التحكيمي. الشق الاداري بقى، لان اكيد بطوله السوبر لما بدات كان فيها تفاصيل كتيره بالزبط. هل بطل الدوري او بطل الكاس كانوا بيشاركوا بنسبه مؤكده كابطال بطولات ولا كان فيها تفاصيل؟ بالظبط، هنا بقى بدايه لسه النسخه الثانيه سنه 2002، كان الاسماعيلي بطل الدوري 2001 2002، والزمالك بطل الكاس. فالاسماعيلي بطل الدوري، قال لك زي ما انت مثلا وقتها بطل دوري ابطال والكاس الكؤوس اللي هو بعد كده الكونفدراليه، بيتلعب في السوبر الافريقي، بيتلعب في ارض بطل ابطال الدوري. فاذا قال لك انا دلوقتي بطل الدوري، فبالمقياس يبقى برضه يتلعب السوبر في ارض بطل الدوري في استاد الاسماعيليه. فطالب بحق الاسماعيلي، طلب بحقه في لعب المباراه على ارضه. لكن اتحاد الكوره رفض وقال لك لا، مباراه السوبر تتلعب في استاد القاهره اللي هو في الحاله دي استاد الزمالك، استاد نادي الزمالك وعنده الجماهيريه وعنده الحضور. فالاسماعيلي اشتكى ومحدش استجاب، فهدد بانسحابه وفعليا انسحب، واتحاد الكوره طبق عليه غرامه تقريبا. الزمالك ما حاولش، طب بما ان العلاقات جيده مع الاسماعيلي، انه يساعد شويه؟ هم بيقولوا ان هم ولاد عم، بس الحقيقه على ارض الواقع، في ارض الواقع يعني هو عد المصلحه ما بيعرفش اخوه. يعني الزمالك لعب مع نادي المقاولين كان خامس الدوري وقتها، يعني برضه الاهلي اعتذر ونادي غزل المحل اعتذر، لغايه ما نادي المقاولين خامس الدوري قبل ان هو يلعب المباراه دي، وخسر طبعا 1-0. لكن هنا المفارقه بقى، الناس عشان احنا ما بنتاجرش بالمواقف دي بس ده تاريخ، نجي نقيس المباراه دي مع مباراه ثانيه ما بين الاهلي والاسماعيلي، نرجع نهائي كاس مصر، ماتش فاينل الكاس بالظبط، كاس مصر، كاس مصر نهائي كاس مصر 97. المباراه دي نفس الكلام، نادي الاسماعيلي كان المباراه هتلعب في القاهره، بس نادي الاسماعيلي كان عنده رجاء انه يا جماعه احنا عايزين نلعب المباراه العصر شويه، مثلا الساعه 4 او 5 عشان جمهور الاسماعيلي يقدر يرجع في القطر، ده كان الطلب مباشر كده يعني. فالاتحاد الكوره هنا رفض برضه، قال لك لا، استاد القاهره جاهز عنده اضاءه ليليه ويلعب تحت اضواء الكشفه. فاتحاد الكوره رفض طلب نادي الاسماعيلي، دي نقطه مهمه. لكن النادي الاهلي يعني توسط كده وقال ان احنا ما عندناش مشكله، كابتن صالح سليم كلم الكابتن رئيس نادي الاسماعيلي وقال له ما عندناش مشكله واحنا هنضغط معاكم عشان تتلعب المباراه العصر، احتراما وتقديرا لجمهور الاسماعيلي. وادي الماتش اهو، صالح سليم رئيس الاهلي والاسماعيلي يوم 30 مايو 97 في اهرام الجمعه بالظبط، يعني طفوا حريق اشعلت البعض مع سبق رساله ترصد صالح سليم الحرب من اجل الاسماعيليه وجماهيرها، يعني كان بيساعد الاسماعيلي انه يلعب المباراه في وضح النهار. وبالفعل الاهلي وكانت خناقه الاسماعيلي، بس الاهلي دخل مع الاسماعيلي ضد اتحاد الكوره بالظبط، والاسماعيلي فاز في المباراه دي. ورئيس نادي الاسماعيلي بعد المباراه اهدى اللقب واهدى الكاس للكابتن صالح سليم، طبعا اهداء اعتباري يعني مش اهداء للكاس على روحه الرياضيه بالظبط، اهداء على روحه الرياضيه، لان هو ادي الموقف يا جماعه، الاهلي ما تاجرش بموقف، لا الاهلي عمل حاجه محترمه واعطى الاسماعيلي حقه اللي هو طالب بيه، ما انا فاكر هو مش حق في المطلق، بس عشان التماس نادي الاسماعيلي الاهلي تقبل ده، والاهلي لعب والاهلي خسر، بس ما عندناش مشكله، لانه احنا ما بنتاجرش بمواقف ولا بنقول ان احنا شعارات مش قدها. الحاجات التاريخيه دي يا جماعه على فكره يعني ما ينفعش تتنسي، ولازم الناس تركز فيها وما تنساهاش. الواقعه اللي بيتكلم عليها احمد قيش دلوقتي، وده دور صنع المحتوى على السوشيال ميديا، وقعة الزمالك والمحله في اول بطوله سوبر، وكان المحله المفروض مش هو اللي هيشارك بالزبط. صح، وبتقارن وقتها بواقعة الاهلي والاسماعيلي في نهائي كاس مصر، شوف هنا ازاي انك بتوقف مع الاسماعيلي وبتوافق على المشاركه، وهنا الاسماعيلي ليه رغبه ان اول لائحه لاول بطوله اديها تتلعب في ملعب بطل الدوري، ده زي بطوله افريقيا بالظبط، السوبر اللي فيه كان بيتلعب بنفس الشكل، فاكيد
النقاط التاريخية دي مهمة جدا، واحنا بنتكلم على مباريات كأس السوبر والبطولات من أول نسخة ليها لغاية النسخة الحالية اللي هتقام بشكل جديد بمشاركة 4 أندية. طيب معانا إيه تاني النهاردة؟ معانا طبعا يعني لو احنا هنتكلم عن مباراة بكرة الأهلي وسيراميكا، فتاريخ المواجهات بيقول إن في تفوق كاسح للنادي الأهلي، 7 انتصارات للنادي الأهلي مقابل تعادلين يعني ما بين الفريقين بلا أي هزيمة الحمد لله للنادي الأهلي. لكن في مفارقة هنا، ودي يعني لازم ناخد بالنا يا جماعة، إنه آخر مباراتين الأهلي لعب مع سيراميكا آخر مباراة في الدوري فزنا 4-1، فوز مريح ده في الدوري. في الدوري، لكن سبحان الله طمني بقى على السوبر، المباراة اللي قبلها على طول كانت السوبر 1-0 في آخر دقيقة 94 من الوقت بدل ضايع. وطبعا كرة اون جول، يعني كرة كده مجهود فردي رائع من إمام عاشور، فضل كده يعدي كده من الناحية الشمال واخترق وعمل الكورة جت في العارضة وخبطت كده اون جول اتسجلت. فالمفارقة هنا دي يا جماعة، مباريات السوبر، مباريات الكؤوس، النوك اوت، الخروج مغلوب، بتبقى مباريات يعني بتتقارب فيها المستويات. وده ما شفنا حتى مثلا السوبر الافريقي، يعني احنا على الورق الاهلي اتقل لكن بالفعل الزمالك فاز بالبطوله. فاذا هنا لازم ناخد بالنا انه المباراه مباراه صعبه، واللعيبه طبعا اكيد عارفه ده، وزي ما يعني زميلنا في قبل المباراه كان بيتكلم ان هو لا في استعداد، يعني على زميلنا فاروق صلاح موفد قناه الاهلي هناك في الامارات طمنا على حاله الفريق والاستعدادات والتجهيزات بالظبط. فواضح ان هو اللعيبه مركزه، ولازم يا جماعه نركز، لان احنا ما عندناش جمهور الاهلي ما عندوش استعداد لخساره البطوله دي، مش عشان قيمه البطوله، احنا معانا 14 فمش هتزودنا ل 15، لكن احنا ما تعودناش ان الاهلي يخسر بطولتين ورا بعض. ده المشكلة شيء بال 15 بالظبط وال 16 وال 17 ان شاء الله تكون البطوله ال 15، مع ان احنا برضو عندنا يعني تخوف شويه بالنسبه لي، دايما بتخوف بصراحه من الحكام المصريين، يعني الحكام المصريين خصوصا برضو زي ما كابتن ناصر عباس كان بيتكلم ان هو، وحضرتك برضو اتكلمت في المقدمه عن فكره ان احنا يعني الحكام في ناقص حكم، يعني في حكم 5 و6، يعني ازاي 6 هنا و5 هنا؟ طب السادس اللي هنا هيجري بسرعه على الخامس، هيطلع ياخد اتوبيس مثلا ولا ياخد عربيه ويطلع على الماتش، ولا بالزبط. محمد فروه هيكلم الجانب الاماراتي يوفر له حكم ايفار، طب ما كنت تاخد حكم مصري من هنا بالظبط، يعني مش بنيه الحكام، انت بالزبط. عندك حكام 6 و6، وقصاد يعني برضه كابتن ناصر عرض ان هو الموسم اللي فات كان 14، فانت يعني انت بتقل ولا بتزيد؟ يعني انت بتزود الحكام. انا الغريب بالنسبه لي يا احمد ان محدش مركز، محدش واخد باله بالظبط، يعني التوقف حكم فار مساعد ده وظيفه، يعني حكم فار مساعد ده وظيفته اصلا التسلل وان هو ياخد باله. وطم الاعلان عن تواقم الحكام، والحكام سافرت والفرق سافرت والناس موجوده والاستوديوهات شغاله والناس بتتكلم، وناسين اهم حاجه، ازاي ماتش فيه 6 وماتش فيه 5؟ ده في عجز في الطقف، يعني في عجز في مباراه الاهلي وسيراميكا يا جماعه، هيتحل ازاي؟ وانا هبقى مقابل ان في حكم يجي في ماتش زي بيراميدز مثلا ايه فار او ما حصل مساعد في الملعب يعمل مشكله، او واروح اجيبه في ماتش الاهلي وسيراميكا، هو اصلا ممكن يكون مش مركز بقى خلاص، مش مركز، ما هو عنده مشكله في المباراه الاولى، ازاي هيركز واصلا قاطع مشوار حتى لو الملاعب جنب بعض؟ لا الموضوع كله على بعضه تركيبته يعني مش احترافيه، لا لا مش احترافيه خالص بالظبط. وبرضو احنا بمناسبه النهارده قرعه الدوري، بس قبل قرعه الدوري سريعا كده، انت عندك امين عمر، محمود ناجي، احمد الغندور، محمد معروف، مين اكتر حكم في الاربعه عنده سوء حظ مع الاهلي؟ يعني هو المفارقه ان هو اشهرهم كابتن امين عمر، يعني بجد يعني حتى ده عارف ده عكس اللي بيتقال، ده ناس تقول لك ايه اصل الاهلي مش عايز معروف عايز امين عمر، اصل الزمالك عايز معروف بس مش عارف انت ايه يقول لك كل، لكن الاهلي طب ما هو الاهلي هو سيء الحظ مع امين عمر، الاهلي سيء الحظ حتى في ماتش كومه، يعني احنا بنتكلم ماتشات مهمه، ليه في ماتشات مهمه؟ يعني حتى مش ماتشات مثلا تحصيل حاصل، لا ماتش قمه اتلعب وانتهى بتعادل الفريقين، وكان حكام مشاهير، كابتن امين عمر حكم ساحه، وكابتن يعني محمود عاشور حكم فار، والكوره فيها واضحه جدا ان في دهس من احد لاعبي الزمالك على قدم رامي ربيعه في كوره كده، في كوره ركنيه هي يعني، لكن الحكم طبعا دي صعب على امين عمر، لكن هي مسؤوليه حكم الفار الاشهر في مصر، هو دايما بيقول لك ده حكم وراح في افريقيا وكان مشرفنا وكل الكلام ده عليه وعلى راسي، بس في الاخر ليه بيعمل ايه معايا؟ فكابتن امين عمر كان طبعا اخطا وبمساعده الحكم الفار محمود عاشور، وكان غير موفق، وكذا خطا تاني برده تقريبا برده في ماتش البنك الاهلي وسيراميكا وغيره من اخطاء كان في، بس الحمد لله بتعدي، لكن المشكله ان لما بيكون في خطا في ماتش قمه او ماتش يعني نهائي او حاجه أكبر. بيكون تاثيره طبعا يعني حتى جماهيريا، لكن طبعا نتمنى لهم التوفيق اكيد، النادي الاهلي يعني قطع ثقته للحكام المصريين، احنا دايما بنطالب بحكام اجانب بصراحه،
لكن المباراه دي كان في سياسه من مجلس الاداره وضع الثقه في الحكم المصري عشان عندنا كاس عالم والحكام المصريين مرشحين بالزبط. وتبقى فرصه عظيمه ليهم بقى يستغلوا الفرصه دي. يا ريت يعني انا اتمنى نفسي الحكام والله. انا يعني انت حضرتك تشهد ان احنا الواحد بيقول لي ليه وعليه في موضوع الحكام أكيد. ولو في حكم عمل انا اخطات مثلا في الحكم انا بعتذر له اصلا يعني. بس انت قلت مفاجاه والله للناس، انا عايز اكدها تاني يعني بالاحصائيات الخاصه باحمد قيشو امين عمر اللي جمهور الزمالك بيقول لك ده حكم بيحكم دايما للاهلي هو سيء الحظ وكل نتائجه مع الاهلي سلبيه ولازم يكون في حالات تحكيميه. فالقصه يا جماعه يعني ورقه وقلم كده ونقعد نحسب مع بعض هتلاقي القصه عكس اللي بيتقال خالص يعني. بالظبط. طيب فاحنا كره الدوري بقى. نعم كره الدوري يعني طبعا النهارده يعني حاجه منتظره كره الدوري خصوصا بشكله الجديد ده يعني خلاص احنا هرمنا عشان نظبط الدوري شويه اخيرا. بس برضو ما هو اخيرا الغريب ان مفيش مواعيد. طب احنا اهم حاجه اصلا مواعيد. انتوا اصلا بتقولوا لنا الدوري هيبدا 30 اكتوبر ينتهي 30 مايو او يونيو تمام. فطب ماشي فيني مواعيد بقى. طب انت عندك طبعا انت عندك الجدول بدايه ونهايه، قول المواعيد على الاقل مواعيد 17 مباراه اللي هو الاولى بس انت عملت القرعه عليهم النهارده. ومناسبه عشان برضو كالعاده السوشيال ميديا يعني غير الاهلاويه بتطلع كلام لتشكيك لمجرد تشكيك. فقال لك ده إيه؟ قال لك ده الاهلي مرتاح والزمالك هيخرج بره ملعبه اكتر من الاهلي تمام. هو برضه من حيث مبدا انا عندي مشكله مع يعني المسؤولين على استاد القاهره ان هم ليه من الاصل موافقين ان في خمس انديه تلعب استاد القاهره. انا لاحظت فرط الجدول بيتقال الاهلي في استاد القاهره، الزمالك استاد القاهره، مودرن سبورت استاد القاهره، البنك الاهلي استاد القاهره، زد في استاد القاهره. بالظبط. وادي قدامنا هي الجولات بالترتيب من اول الجوله الاولى. بالظبط. اتفضل يا احمد. فاذا احنا هنا عندنا لغز يا جماعه. انتوا استاد القاهره ده التحفه اللي عندنا. ده يعني اللي هو الحاجات التاريخيه والواحد بيحب دايما يتفرج على مباريات الاهلي في استاد القاهره. طيب انت دلوقتي لازم يكون الاستاد ده في افضل صوره صحيح. وافضل نجيله للعيبه عشان الاصابات. فانت بتهلكه خصوصا المنتخب برضه بيلعب سواء المنتخب بقى بكل الاعمار السنيه بالناشئين بالشباب بالاولمبي بالاول كله بيلعب حتى التدريبات بتلعب عليه. فاذا انت بتهلك الاستاد وبترجع تقول بعد كده ان انت بتغلقه للاصلاحات. طب وليه من الاول؟ ليه اصلا يكون في اصلاح ما تعمله من الاول يبقى حافظ عليه؟ يلعب ناديين ثلاثه بالكثير مع المنتخب وتاريخيا هو الاهلي والزمالك بيلعبوا عليه. انا اتمنى يكون في كامل الجاهزيه قبل مباراه العين يا رب ان شاء الله. نتمنى طبعا بإذن الله. نتمنى باذن الله. لكن تعقيب بس على السوشيال ميديا اللي كانت بتقول ان هو الخروج، فالاهلي والزمالك الاثنين هيخرجوا، كل فريق هيخرج اربع مرات بس من القاهره. ده في الدور الاول. في الدور الاول هو 17 الجوله اللي طالعه. اعتقد هيبقى نفس الكلام في الدور الثاني لان هيلعب على ارض في الدور الاول بالزبط. مع الفريق ده هيجي الدور الثاني مثلا اهلي والاتحاد لعب الدور الاول في اسكندريه الدور الثاني مباراه في القاهره. بالظبط كده. فالاهلي بقى الاهلي هيلعب اربع مباريات، المصري وفاركو والاسماعيلي والحرس في برج العرب، والزمالك هيلعب سموحه، المصري وفاركو برج العرب، وغزل المحله في المحله. فما فيهاش اي يعني ايه، مع ان الموضوع كره عشوائيه بس سبحان الله ظبطت ان هي 4-4 الحمد لله عشان الناس اللي دايما كل حاجه عندها امر المظلوميه والمؤامره الكونيه مؤامره الاي اي. يعني احنا هندخل بقى مؤامره الحاج عامر اللي كان بيتهمه ظلما بمجامله الاهلي ونروح مؤامره الاي اي. فيعني حاجه غريبه جدا بصراحه، حاجه غريبه جدا. هختم معاك بكلمه سريعه. تصريحات المهندس هاني زاده تاثيرها في السوشيال ميديا، شفت تاثيرها ازاي وتاثيرها على المنظومه ممكن تتفتح فيها كلام ولا الموضوع يعدي كده عادي؟ هو للاسف كل حاجه في متعلقه بالبيت الابيض بتعدي. يعني الزمالك لما بيكون في تصريحات اعترافات حره ومباشره من احد المسؤولين زي مثلا هاني زاده اللي هو مش مسؤول في الزمالك، لا مسؤول في رئيس منطقه الجيزه وبيتكلم عن قطاعات سنيه وبطولات للقطاعات السنيه دي ومدربين واسماء لاعبين كانوا ممكن اصلا يقول شنبات هو حسب تعبيره يعني. بالظبط. فاذا الراجل ده اعترف على حاجه تلاعب واستغلال وظيفته ومركزه الوظيفي لخدمه نادي بعينه. فين بقى اتحاد الكوره؟ اتحاد الكرة لا يرى لا يسمع. فين لجنة الانضباط؟ ما وفين الإعلام؟ هو فين الإعلام؟ فين الإعلام؟ الإعلام اللي هو بيركز حتى مع نصف الحقيقة. يعني ملف طبعا الموضوع ده انتهى شوية، الترند ده انتهى شوية دلوقتي. يعني هو ترند مثلا أكبر قلعة رياضية في مصر، الناس كلها أولا بدأت تتعامل مع الموضوع وكأنه واحد يقول لك ليه الأهلاوية زعلانين؟ أنا زعلان يا أحمد. بس للأسف وقتنا بيجري بسرعة. احنا ما عندناش مشكلة في كل واحد يقول على نفسه اللي هو حر. يعني هو حر مفيش مشكلة، هي الفكرة ده. فيما بعد الكلمة واللي بالزبط. مش عاجبه مش عارف هو دي النقطة بقى. بالظبط هي دي النقطة الناس ناسياها مش واخدة بالها. للأسف الإعلاميين اللي هو أصلا كان في حضورهم الكلمة دي طلعوا بعدها ويقول لك عادي ما حصلش حاجة، ما قالش حاجة الراجل. فهو دي المشكلة، إن هو طبعا الكابتن حسين لعيب قال الكلمة دي كذا مرة عادي واحنا حر. عادي يعني هو على فكره هو مش حر. يعني عايز اقول لك بقى ان هو مش حر لان في الاخر ما انت معلش انت ما تدخلش ما تقولش شعارات. على نفسك حاجه. بص يا احمد هي في الاخر شعارات بالزبط. شعارات لكن في الاخر هل بطولات؟ هل القاب؟ لا. لكن الكلمه اللي بعد الشعار ده
هي مش مقبوله. هو دي فعلا، هو ده اللي فعلا سخن الناس عليه. لكن للاسف السوشيال ميديا اللي بتسخن واللي هو انعكاس الناس بشكل مباشر، لكن الاعلام الرياضي المفترض فيه الحياد لكنه للاسف غير محايد يعني. للاسف. احمد قيشو نورتني وشرفتني. لا انا شرف ليا والله يا استاذ محمد، سعداء بوجودك على شاشه قناه الاهلي، ويمكن واحد من صناع المحتوى المهمين جدا على السوشيال ميديا. ويمكن عايز اقول لحضراتكم حتى وانا عمال اتصفح كده في الصفحات وبشوف السوشيال ميديا ردود فعل ايجابيه جدا بحضوره النهارده وكلامه، لانه بصراحه انا مش هنسولف مره في واقع هو بيتكلم على حالات تحكيميه كان انتقد الكابتن محمد عادل بالزبط. وبعد ما عرف ان هو اخطا في يعني تحليل لعبه معينه اعتذر له على العام وعلى السوشيال ميديا. فموفق يا احمد. شكرا لك. وان شاء الله باذن الله تكون في حلقات واضافات الفتره الجايه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله تشرفت معاك. طبعا في الختام بشكر حضراتكم بالتاكيد على حسن المتابعه والمشاهده. كانت حلقه استثنائيه خاصه بمباريات السوبر المصري وانطلاقه الاهلي غدا امام سيراميكا كليوباترا. باذن الله الانطلاقه الخاصه بالفورمات الجديده بالاضافات اللي هتشوفوها في برنامج الترند بدءا من يوم الاثنين المقبل. مواعيدنا هتكون من الحد للخميس. طبعا بكره في ماتشات فمش هنكون معاكم، لكن من يوم الاثنين هنكون معاكم ان شاء الله. والبرنامج من الحد للخميس من الساعه 6 للساعه 7:30 ان شاء الله. هتشوفوا فيها مفاجآت، اخبار، انفرادات، حاجات كتيره جدا زي ما انتم متعودين معانا على شاشه قناه الاهلي. شكرا لحضراتكم على حسن المتابعه والمشاهده، والى اللقاء في حلقات اخرى قادمه باذن الله.